بسم الله الرحمن الرحيم. دايما لما تروح المشروعات وترجع عندك طاقة إيجابية هائلة. كنا متشرفين النهاردة مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير الدفاع ورئيس الأركان ورئيس الوزراء ووزراء في مشروع ضخم، مستقبل مصر على طريق الضبعة، خير مصر، وهو مستقبل بمعنى كلمة مستقبل مصر. الأرض دي من 4 سنين كده ولا حاجة ما كانش عندنا هذا المشروع، كانت أرض صحراء زي 90% من البلد صحراء. الرئيس قرر عايزين ننتقل غربا غربا، نعمل مشروعات وتنمية مستدامة. اختار الرئيس هذا الموقع. كان الأول اتعمل ايه؟ طريق، ما هي الحكاية جاية من هنا. اتعمل أول طريق الضبعة، وسيادة الرئيس النهاردة بيتكلم بيقول لما عملنا طريق فالناس فاكرين ان احنا عاملين طريق 6 حارات و7 حارات عشان الناس رايحة الساحل. ابني تعمل لهم، بس مش هعمل ده عشان الساحل، ما احنا عاملين طرق كتيرة يعني، ولكن لا، عشان الدولة عندها الرؤية عاملة طريق عشان يبقى حواليه ايه؟ يتعمل مشروع ضخم بسم الله ما شاء الله. عايز اقول لحضراتكم ما يتم في مستقبل مصر، سواء هنا اللي جنبنا بنص ساعة من اكتوبر، او لان كل المشروعات النهاردة موجودة ضمن هذا الجهاز التنفيذي الذي اصبح مسؤول عن هذه المشروعات الكبيرة جدا، سواء بنتكلم على سيناء او بنتكلم على الدلتا او الدلتا الجديدة طبعا، او بنتكلم على المنيا وبني سويف واللاهون. وزي ما بقول لكم النهاردة في القاع، عايز اقول لكم العقيد الدكتور بهاء الغنام لابد ان اوجه ليه تحية على الهواء. ليه؟ هذا الرجل هو ابن المؤسسة العسكرية، رجل طيار مقاتل، ولكن سيادة الرئيس لما اختار يتعمل هذا المشروع جاب الدكتور بهاء الغنام. وقتها الناس كانت مستغربة، ايه علاقة ده بده؟ ايوه، علاقته الانجاز اللي قدامك ده، انه في رؤية، انه هذا الرجل، عايز اقول لكم ادارة هذا المشروع بحجم العمالة اللي موجودة بهذه المساحات الهائلة من الأراضي الصحراوية التي أصبحت خضراء قدامك، أهو قدامك النهاردة بنشوف القمح وبنشوف الذرة وبنشوف عباد الشمس وبنشوف البطاطس وبنشوف البنجر، وحاجة باسم أبها، حاجة ما شاء الله ما شاء الله على مرمى بصر إيه؟ أنت عايز طيارة. وسيادة الرئيس بالمناسبة طلع بالطيارة مع العقيد بهاء الغنام، عمل جولة بالطيارة، لأن أنت مشروع زي كده عربية مين؟ انت محتاج، لان انت عايز عندك حوالي 500 كيلو طرق داخل هذا المشروع لحد دلوقتي، 500 كيلو لحد النهارده، حجم هائل. طبعا دكتور هاني سويلم وزير الموارد المائيه كان ايضا بيتكلم، لكن كمان العقيد بهاء الغنام بيشرح يا جماعه مش حافظ عارف كل حاجه في المشروع. المشروع ده اداره وحوكمه وافكار. النهارده ما بقاش مشروع زراعه بس، انت عندك النهارده منطقه صناعيه بقت موجوده مش لسه هتتعمل. النهارده كمان بيعملوا سوق مركزي، سوق ضخم، هيكون اكبر سوق في مصر على مساحه ما اعرفش كام، 500 فدان ولا ايه حاجه كده، اللي هو كل احتياجاتك تبقى موجوده، اللي هو كل اسواق مصر ده هيبقى رقم واحد عندك، بيعملوه. عايز اقول لحضراتكم هذا الرجل النهارده العقيد بهاء الغنام، تسمع شرح تفاصيل دقة بسم الله ما شاء الله، مفيش يعني عايز اقول ايه، تركيز شديد. القاعة من اول ما بدأ قاعد يتكلم حوالي 40 دقيقة تقريبا، يشرح في 40 دقيقة. عايز اقول لحضراتكم الجميع يستمع، والسيد الرئيس لم يقاطع العقيد بهاء الغنام، ساب الراجل يتكلم ويشرح، لانه هنا موضوع. انت النهارده عامل الصوامع بتاعه التخزين موجوده النهارده، ما كانتش موجوده دي من سنتين، انا كنت هناك من سنتين، ما كانتش موجوده، اتعملت في خلال سنه تقريبا.
اتعملت صوامع عشان تاخد نص مليون تاني طن تخزين الصوامع ديت. انتوا عارفين ده معناه ايه؟ ايه التكاليف اللي هنا؟ ايه الانفاق اللي هنا؟ شوفوا العوايد اللي جايه لنا من هذا المشروع. هقول لكم حاجه بسيطه عشان تعرفوا حكايه الاداره والحوكمه، ويمكن اول مره اقولها. شايفين يا جماعه حجم العماله اللي موجود؟ العقيد بهاء النهارده بيتكلم على عماله خلال 3 سنين اللي جايه هنوصل لحوالي 2 مليون عامل في مشروعات مستقبل مصر الزراعيه، المشروعات الهائله. بيتكلم على، خلي بالك عشان تودي ميه هناك، شوفوا بقى الميه. عايز اقول لحضراتكم استخدام الميه، وطبعا بيستخدموا احدث معدات الحصاد والزراعه والبطاطس والتجميع، وزي ما انت شايف كده دي احدث معدات اللي هي موجوده بقى في روسيا وموجوده في الدول المتقدمه، موجوده في، لان انت مش هتشتغل على قديمه، لا، هنا في فكر جديد وفي شغل جديد ورؤيه جديده. هنا القطاع الخاص موجود، وانا النهارده شفت مجموعه من المستثمرين اللي موجودين في مستقبل مصر بيقولوا لي على هذا المشروع، وبيكلمونا على العقيد بهاء الغنام على تعامله وعلى ادارته وعلى المشروع ده من بدايته وصلنا لزي النهارده. احنا بنتكلم يا جماعه، الرئيس النهارده بيتكلم على 4.5 مليون فدان داخلين، منهم 2 مليون فدان خلال سنه. السنه اللي جايه داخل يدخل عندنا الخدمه 2 مليون فدان. وبنتكلم المشروع ده هيوصل ل 4.5 مليون فدان. نتكلم على نقله للبلد، نقله في التنميه الزراعيه، نقله، لانه خلي بالك ده معناه ايه؟ معناه احتياجات السوق، السوق المحلي، ثم التصدير، وفي بعض الانواع يتم زراعتها حاليا للتصدير مباشره. ما انت محتاج عندك انفاق كبير وعايز دولارات وعايز، لانه هنا في انفاق كبير جدا في المشروع، لازم يجيب العائد بتاعه، يجيب العائد ويحقق ارباح كمان ويحقق مكاسب، واللي فوق كل ده تشغيل العماله. بتتكلم على 2 مليون فرصه عمل في خلال 3 4 سنين اللي جايين، 3 سنين اللي جايين يحققوا يشتغلوا في هذا المشروع اللي بدا ب 20,000 ولا ب 18,000 يوصل ل 2 مليون. المشروع ده لما بدا، ورحنا مع سياده الرئيس اول ما بدا المشروع ده كان يدوب، يعني مشينا شويه شفنا شويه لكن النهارده لا لا لا، النهارده موضوع تاني خالص. مشينا بالعربيات، بتمشي بالعربيات ساعه عشان توصل لنقطه من النقاط بالساعه، وكل الساعه ايه؟ بقى على مرمى البصر وانت باصص كده يمين وشمال، زراعات، زراعات متنوعه، كل شيء، كل ما تتخيله موجود. عايز اقول لحضراتكم طابور، طابور الشاحنات اللي كانت واقفه على جانبي الطرق، مش طريق، الطرق، طابور طويل، شاحنات مليانه محمله بالبطاطس وطبعا الغلال ومحمله بالقمح، يعني كل خيرات الله، بسم الله ما شاء الله. اللي جاهز بقى واللي رايح والبنجر، اللي رايح مصانع السكر، لانه عندنا مشكله في السكر. فهنا هذا المشروع داخل شغال على زراعه ايضا البنجر، بيوديه على طول قدامك اهو، بيروح على طول المصانع. شايفين حضراتكم كل حاجه، الذره شغالين عليها، الصويا شغالين عليها، كل ده اللي بقول لك ده مزروع وبيتزرع. عندك صوب زراعيه بسم الله ما شاء الله. شوف مشروع زي اللي هون متابعهم دلوقتي تبع الجهاز، الجهاز ده عايز اقول لحضراتكم على اعلى مستوى من الكفاءه. الكفاءه جاي النهارده بتتكلم على عندك حوالي صوب زراعيه، بتتكلم على كام الف فدان صوب زراعيه. عايزين نوصل لاكتفاء او نقترب من الاكتفاء من القمح وغيره من الزراعات المختلفه. عندك تحدي كبير جدا خاص بالميه، ولكن شوفوا موضوع الميه ازاي، ان انت النهارده قدرت توفر المياه لهذا المشروع الضخم. توفير المياه مش بالسهل، ده حكايه، قصه تانية. احنا عاده النيل جاي من الجنوب الى الشمال، انت بتعمل المياه دلوقتي عكسي، جايبها من الشمال للجنوب، فتخيل محتاجه قد ايه ماكينات رفع وطلمبات، ومحتاجه انفاق قد ايه، وتعمل بقى شق الترع قد ايه عشان توصل الميه، ثم الميه اللي جايه من المحطه، واتمنى تبقى محطه المستقبل. سياده الرئيس النهارده قال ما تغيروا اسمها بدل الحمام، يعني تبقى محطه المستقبل، تبقى محطه الدلتا، نختار اسماء كده يعني
كويسه يعني. فاسات رئيسه انما تشوفه اسم تاني. عندك اسماء كثيره، مستقبل، محطه المستقبل مثلا، محطه الدلتا مثلا، مثلا باعتبار مشروع مستقبل مصر او الدلتا باعتبار الدلتا الجديده. فبنتكلم على حجم عمل وانت موجود النهارده، وكل ما فيش حد، وانا عايز حتى كل الناس اللي كانت موجوده، كل حتى فيهم طلبه ولادنا من جامعه اسكندريه موجودين النهارده، عدد كبير جدا كانوا موجودين، والواحد اتشرف انه شافهم النهارده وسلمت على مجموعه كبيره منهم. تشوف النهارده البلد عملت ايه، تشوف المشروع ده تتكلم عليه، بتتكلم على صوامع، الصوامع دي موجوده في توشكا كمان، اتعمل صوامع في توشكا، والايام الجايه السيد الرئيس قال عندنا زياره لتوشكا الايام الجايه، لان عندك في توشكا كمان زارع هناك حوالي 700 الف فدان كمان، كمان في توشكا غير ده. ما هي البلد انفاق الكبير ده رايح فين؟ تبقى فرحان، تبقى فرحان، فرحان وسعيد ببلدك، سعيد بولاد مصر، سعيد بالرجاله اللي شغاله، سعيد بحجم العمل والانجاز اللي شغال، سعيد بحجم الانتاج اللي بيتم، سعيد انه عندنا شباب. هذا الرجل بقول لكم العقيد بهاء الغنام شاب، ولكن الشاب إدارة هذا المشروع العملاق ازاي؟ الأفكار اللي عنده، الشركات اللي عنده، كام شركة بتشتغل؟ العمالة اللي موجودة. عايز أقول لحضراتكم حاجة كنت عايز أكلمكم عنها من شوية، أول مرة أتكلم عليها. لما رحت السنة اللي فاتت سيوة أعمل حلقة في سيوة، وأنا معدي على طريق الضبعة نزلت، عجبني على اليمين كده كان زراعات بسم الله ما شاء الله، فقلت يا يوسف تعالى أصور جوه الزراعات. الساعة كام؟ 6:30 7 على ربع صباحا. كويس؟ زي ما بقول لكم كده بالظبط، أنا هنا بكلمكم على الحوكمة والإدارة. ودخلت وسط الزراعات، يوسف قاعد يصور وأنا قعدت أتكلم وأصور وأتكلم، ده المشروع وكذا وكذا وكذا. كويس؟ عايز أقول لحضراتكم 10 دقايق، 10 دقايق لقيت اتنين شباب محترمين جايين، طبعا شافوني سلموا عليا اهلا وسهلا كذا ايه تمام. ولكن هو ده، انه اصل لو انت مش صاحي وكل واحد عنده دور، اصل خلي بالك انا بتكلم على زراعه وبتكلم على ارض، وكلمت وقتها والعقيد بهاء كلمني وسياده الفريق محمود فؤاد اتكلمنا، يعني كان كل الدنيا وخلي زي ما بقول لكم كده والله. ولكن بديكم المثال ده ليه؟ ازاي تدير والحوكمه وان كل حاجه متشافه. عندك ارض زراعيه، عندك زراعات، مئات الالاف، ملايين، بتكلم على ملايين الاطنان. لو الموضوع ده مش فيه اداره رشيده وحوكمه وعارف كل حاجه بيتم النهارده، حصاد القمح، البنجر، البطاطس، الفواكه بكل انواعها وغيره وغيره، الحاجات ممكن يعني بتعمل حاجه ما فيهاش، ما لهاش عائد وما تعرفش راحت فين، لا ده كل حاجة متشافة بالضبط كده، كل كيلو بطاطس بيتحصد النهاردة متشاف، كل كيلو أنواع الفاكهة وكل أنواع الفاكهة، لو بتكلم على مانجا ولا بتكلم على البرتقال ولا كله بيتشاف. يعني الموضوع مش متساب كده، المساحات الهائلة دي زي ما بقول لحضراتكم، هنا الإدارة، هنا اليقظة، هنا ان كل شيء قدامك اهو، بكلم حضراتكم تبقى فخور والله جدا، وتبقى راجع اقوى من اللي انا بقوله لحضراتكم، وسعيد اكتر مني، لان انا ببقى مبسوط جدا وانا قاعد اقعد اتابع واشوف واستمع بمنتهى القوه والتركيز. ليه؟ نتكلم على عمرنا ما شفنا الكلام ده بهذه القوه وبايه؟ سنوات بسيطه جدا. مش بنتكلم على 50 سنة ولا 20 سنة ولا 10 سنين ولا 5 سنين، بتكلم على سنتين 3 سنين بتعمل الإنجاز ده، ولسه شغال كمان، ولسه بتكمل كمان، ولسه الرئيس النهاردة بيقول لو عندي مية ل100 مليون فدان، الرئيس بيتكلم بجد، لو عندي مية ل100 مليون فدان هزرعهم. شوفوا طموح الرئيس بيتكلم على ايه، ولكن المية، عشان كده الرئيس النهاردة بيتكلم على المية، والميه بتاعتنا زي ما هي ما بتزيدش، رغم عندنا عدد سكاننا مع ضيوفنا مع حتى ضيوفنا ويمكن نتكلم عليهم بعد شويه، اتكلم الرئيس على 9 مليون بيستخدموا ميه، حوالي 4.5 مليار
متر مكعب في السنه، ده بند واحد بند الميه. طب دول بكام؟ لو اتكلم على فلوس دول بكام؟ 4.5 مليار. طيب زيهم قد ايه في التعليم؟ زيهم قد ايه في الصحه؟ زيهم قد ايه في النقل؟ زيهم قد ايه في التموين؟ قطاعات مختلفه. يمكن بعد شويه لو في مجال هتكلم حضراتكم على مجموعه من الارقام المهمه النهارده، ولكن بقول لكم تخلوا بالكم من اللي حصل النهارده. الدلتا او مستقبل مصر اليوم وما تم في مستقبل مصر، ومستقبل مصر بتكلم على مستقبل هذا الوطن. الانجاز اللي تم النهارده واللي احنا بنشوفه النهارده، بدايه موسم الحصاد، تشوف عدد العماله اللي شغاله، تشوف حجم ال 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 المعدات اللي موجوده. طول ما انت ماشي على في كل حته زراعات يا جماعه، الارض دي موجوده طول عمرها موجوده. انت تفكر توصل الارض دي وتوصلها رقم واحد الاول طريق، ثم توصل بعد كده الميه هجيب منين، في عندك مخطط للميه، ثم بعد كده تتكلم على هعمل ايه الزراعات اللي انا محتاجها النهارده. اسناد هذا المشروع المهم جدا لشاب، انا بقول لشاب قدامك اهو اهو عقيد بهاء بيشرح النهارده طول النهار بيشرح بسم الله ما شاء الله بمنتهى التركيز والقوه وكل شيء، دارس وفاهم وعنده خبره وبيتكلم زي ما بقول لكم كل حاجه متشافه، بيتكلم على الصوامع زي ما بيتكلم على الرافائل. بكلمكم بجد، راجل خبرته طيران، ولكن شوفوا النهارده بيتكلم في الزراعه ازاي، خبرته في مجال الزراعه، لان هو اصلا من عائله زينا كده، عائلاتنا بتزرع. النهارده انا قاعد انا وهو بنتكلم انا وعماد الدين حسين والباز ونشأت دي على الزراعات وجمال الكشك، بنتكلم على الزراعات وكلنا من اهالي ومن قرى، فكلنا عندنا زراعه وكلنا زرعنا، يعني كلنا كل واحد فينا يعرف يعني ايه موسم حصاد. كنت بتكلم بنتكلم كده النهارده، وعماد حسين بنتكلم مع بعض، عماد من اسيوط وانا من سوهاج، وعماد من قريه وانا من قريه، فعارفين قاعدين نتكلم ايامنا بقى واحنا صغيرين، موسم الحصاد ده عندنا كان ازاي؟ قال لي الله كنت ايوه بقول له نفس في بلادنا هي كده. لما انت مزارع تعرف يعني ايه ارض، وانت مزارع تعرف يعني ايه حصاد وموسم حصاد، تعرف يعني ايه المعدات الحديثه دي بتسهل حياه، بتسهل ازاي في هذا المشروع العملاق، وان انت النهارده بتجيب احدث معدات وتبقى واصل وشغال وتعمل تنميه حقيقيه في الدلتا الجديده، الدلتا الجديده اللي بدايتها مستقبل مصر عشان نوصل ل 2.2 مليون فدان في هذه المنطقه. الدلتا الجديده نتكلم على مرحله اولى، نتكلم على مخطط الدوله نوصل ل 4.5 مليون فدان باذن الله تعالى. مستقبل مصر عنده مشروعات في سينا، هتسمعوا بعد شويه سينا، هتسمعوا بعد شويه هيعمل ايه في سينا او يتعمل ايه في سينا. مدينه السادات في كام 70,000 فدان تقريبا مدينه السادات. نتكلم على المنيا الجديده، نتكلم على المنيا او غرب المنيا، بنتكلم على بني سويف، نتكلم على المشروعات اللي موجوده في الفيوم، نتكلم على العوينات وشرق العوينات، نتكلم على الوادي الجديد، نتكلم على باكوره عمل وشراك عمل على مدار الساعه، في ناس شغاله، قوات المسلحه طبعا الهيئه الهندسيه واللي ساعدت طبعا في عمليات نقل الميه والترعه اللي اتعملت، الهيئه الهندسيه كان في تحدي كبير جدا عشان توصل الميه عشان تزرع 2.2 مليون فدان. دكتور هاني سويلم النهارده بيشرح لسياده الرئيس حجم التحديات اللي واجهت هذا المشروع عشان الميه، وازاي ان انت تعمل ده وتوصل الميه ويكون عندك يعني طفره كبيرة جدا في هذا المجال، مجال المياه، مجال ادخل اوصل الميه فين؟ طب هعمل ازاي؟ طب حجم التكاليف اللي عندي قد ايه؟ بتتكلم على مليارات عشان اوصل ميه بس، ميه تروي هذه المساحات الاهلة 2.2 مليون فدان في الدلتا الجديدة. بداية كبيرة جدا، بداية قوية جدا، نتكلم على مساحات هائلة في مختلف أنحاء الجمهورية. فيما يتعلق بالارض، فيما يتعلق بالزراعه، فيما يتعلق بالتنميه، فيما يتعلق ب لو انت بتتكلم النهارده على دكتور هاني والعقيد بهاء كانوا بيشرحوا المحسمه، نقل الميه الى سيناء
من الغرب إلى الشرق عبر المحسمة. محطة المحسمة، محطة المحسمة دي إعجاز هندسي وعلمي وفني فريد. ليه؟ المحسمة دي تحت القناتين، تحت قناتي السويس القديمة والجديدة. أنت متخيل عشان تعمل أعماق تحت القناة وتعدي عشان تعدي الناحية التانية، شوفوا اتعمل قد إيه هذا المشروع العملاق عشان يروي 40,000 فدان. فين؟ في داخل سيناء شرق قناة السويس. عمل في كل مكان. طيب تخيل المية، ادي بتكلم على المية، تتكلم على شبكات ري، تتكلم على محطات معالجة، بتتكلم على محطات كهرباء. شوف كام عندك، 20 محطة ولا 25 محطة كهرباء كمان. بتتكلم على احنا كدولة بنستورد قمح من حوالي زي ما قال النهاردة العقيد بهاء الغنام ما بين 10 ل 12 مليون طن في السنة. مصر استيرادها سنويا. انتوا عارفين المستقبل مصر خلال الكام سنة اللي فاتت قدم او ساعد دخل او وفر لانه انتج 1,100,000 طن قمح. يبقى المليون دول و100,000 دول فاتورة السيراد ما جبتهاش لان انتجتها زرعتها في مصر. يعني رقم حوالي 330 مليون دولار. رقم اهو. ده اللي بكلمك على حاجة واحدة بس، بند واحد. 330 مليون دولار. اضرب بقى زي ما انت عايز، هيدوك الرقم بالجنيه المصري لو انت حابب تضرب بالجنيه المصري. طب مستقبل مصر النهارده بيشتغل على ايه؟ بيشتغل على الفرص اللي هي احلال الواردات. يبقى انت النهارده نجح هذا الجهاز وهذا المشروع في احلال اللي هو 1,375,000,000 مليون دولار. عملتها هنا المشروع ده، وفرها، شوف وفر كام، 1,375,000,000 دولار من استيرادنا. يبقى انت النهارده شوف حجم، شوف الشغل بيتم. ما ده كله عائد عليا، وعائد عليا ان انا النهارده السوق المصري تقدر تشتغل النهارده يعني بمنتهى القوه، وتوصل زي ما قال العقيد بهاء الغنام النهارده انه بالتعاون مع القطاع الخاص صادرات وصلت 4,300,000,000 دولار. مليار دولار طبعا. كل ده عمل، كل ده شغل، كل ده بيساعد قد ايه في البلد. كل ده كمان تصنيع زراعي. عندك تصنيع النهارده، عندك منطقه صناعيه كبيره جدا هتسمعوها بعد شويه وتشوفوا تفاصيلها بعد شويه. بنتكلم على فاكهه، بنتكلم على الرمان، بنتكلم على البرتقال، بنتكلم على كل الانواع الفاكهه. بنتكلم كمان زارعين، انا لقيت النهارده كمان ما كانش ده موجود قبل كده، زارعين مساحه كبيره جدا، بلح وتمور، انواع مختلفه من التمور ايضا مزروع. ما انت بتستفيد بكل حاجه النهارده. عندك العديد من المصانع، مصنع بالبطاطس، مصنع للخضار المجمد، مصانع عديده. وطبعا المشروع طبعا بيشتغل دلوقتي عشان ايه؟ ياخد جزء كبير ومساهمه كبيره جدا من الحصه العالميه في الانتاج الزراعي والتصنيع. بيشتغل على كده. الجهاز هيضيف حوالي 400,000 طن سكر للسوق المحلي سنويا. نتكلم على رقم، ال 400,000 دول من ال 700,000 اللي احنا بنستوردهم. يبقى انت بعد كده محتاج كام؟ 300,000. يعني لما هذا المشروع يوفر، شوف انا بكلم حضراتكم في قضايا كثيره وكثيره عشان تعرف هذا المشروع عامل للبلد ايه. يعني بكلمك على تصدير قد ايه، بكلمك على قمح قد ايه، ده احنا بنتكلم لسه على بدايات. ما بالك لما هذا المشروع نوصل ليه ان شاء الله بعد 3 سنين، يعمل لنا بقى حجم قد ايه، بنصدر بكام وبنوفر بكام والسوق المحلي بكام، وحجم العماله بيزيد قد ايه. بنتكلم على 2 مليون، هيوصلوا ل 2 مليون عامل. فيوفر لك كمان في السكر من خلال البنجر اللي بيتزرع في مستقبل مصر حوالي 400,000 طن سنويا، عشان بعد كده تصل للاكتفاء الذاتي. يبقى ادي 400,000 وانا عندي 700 استوردتهم، بعد كده نوصل لكمان 300 400 كمان، يبقى انا مش محتاج كمان
اوصل لاكتفاء ذاتي من السكر بيتشتغل عليه دلوقتي مستقبل مصر. وعايز اقول لحضراتكم سيادة الرئيس اخذ جولة بالطائرة مع العقيد بهاء الغنام، مر شاف المشروع، واحنا شايفين سيادة الرئيس الطيارة واحنا موجودين في المساحات الهائلة، وسيادة الرئيس طيارة عمالة تبص على المشروع، تلف على المشروع، طير فوق المشروع من اوله لاخره، مساحات لازم تبقى انت مطمن وتبقى انت يعني سعيد قوي بالبلد اللي بتعمله في منتهى السعاده. النهارده كمان داخلين على مصانع مختلفه وداخلين على سوق للتجاره الداخليه. سوق التجاره الداخليه ده اللي هيكون ايضا واحد من اكبر الاسواق اللي موجوده في مصر. اشتغلوا عليه. ده مدي ميعاد قريب اعتقد في شهر 8 يمكن ولا 9 اللي جاي، بيتكلم على توقيتات محدده. هي دي الدوله. ايه الدوله اللي قررت انها تدخل؟ عشان احنا عندنا معدلات نمو هائله، زياده سكانيه هائله، هتوفر لها ايه؟ سياده الرئيس قاعد بقول لحضراتكم بيستمع العقيد بهاء بمنتهى يعني للدوء، شايف هذا الرجل بيعمل ايه، وشايف هذا الرجل مع رجالته. وعلى فكره كمان ما هو حدش بيشتغل لوحده، خلينا نبقى كمان في انصاف، ما حدش بيشتغل لوحده وما حدش بينجح لوحده، جميع اجهزه الدوله بتشارك، يعني كله بيساعد، كله موجود، اي حاجه النهارده بيتم تسهيلها وتيسيرها كمان لهذا المشروع، لانه في الاخر كله منظومه الدوله. ولكن تاني، عندما يكون الرجل المناسب في المكان المناسب يديك هذه النتيجه، دي خلاصه الموضوع. الرجل المناسب في المكان المناسب يديك هذه النتيجه. اللي انت بتشوفها النهارده محدش كان ابدا يقدر اول ما بدا المشروع ده الكلام عنه ان نجد هذه المساحات النهارده زي ما حضرتك شايف كده، ما شاء الله ما شاء الله، يزيد ويبارك يا رب، كله خير للبلد. يا جماعه كان اسهل حاجه عند الرئيس ايه؟ المشروع. خلي بالك، ما خلي بالك الرئيس على فكره النهارده قال كلام يعني كالعاده كلام في غايه الاهميه وكلام قوي جدا، وكلام يعني ايضا رسائل لينا كلنا. الرئيس النهارده كان بيتكلم على المشروعات دي، بيتكلم على اللي بيتعمل في البلد، وقال طبعا هو حاسس بالناس وعارف الناس بتقول ايه وكل حاجه بتوصل، وفي الاخر الرئيس مواطن وشايف الناس وبيشوف الناس ولديه بعيد عن تقارير اجهزه الدوله، لا الرئيس ما عنده وبيسال الناس، بيتكلم الناس وبيسالهم وبيشوف، طبيعي هو ده رئيس الدوله بيشوف كل حاجه، مفيش حاجه مش متشافها يعني. فالرئيس قال الكلام اللي حضرتك بتقوله، انا زنقتكم وزنقت نفسي وزنقت الدوله، قال كده الرئيس كده بالظبط كده وش. طب كنا نتزنق احسن ولا البلد تخرب؟ ما هي دي في حاجه في النص. لا يعني ايه مفيش حاجه في النص؟ يعني هل كنت في حاجه لهذا المشروع ولا لا؟ طب لو ما عندناش هذه المشروعات اسعار السلع كانت توصل قد ايه؟ احتياجاتنا توصل قد ايه؟ مع الزيادات اللي عندك مع الناس اللي موجودين عندك مع كان ممكن نوصل لقد ايه؟ طب ده عمل ضغط علينا؟ عمل ضغط علينا، بس هيجيب لك العائد زي ما انا بشرح لك دلوقتي، زي ما انا بشرح لحضرتك. ده جزء، لسه بنتكلم على جزء، في حاجات كتيره جدا. البلد النهارده وانت بتتكلم على نمو سكاني، هو انا النهارده النمو السكاني، نمو السكاني النهارده معناه ايه؟ ايه معدلاته؟ بزيد قد ايه؟ معدلات النمو السكاني السنويه، احنا عارفين 2 مليون. طب محتاج نمو اقتصادي، مش محتاجه؟ محتاجه، محتاج النهارده هذه الاعمال اللي بتتم، وانا مش لازم اواجه ولازم استعد ولازم اشتغل من بدري. طب ما بالنا وكنا عملنا يعني جزء، عملنا بس ما عملناش بالتوسع الكبير جدا. التوسع ده فايدته زي ما الرئيس اتكلم وقال ان انا زنقت الدوله عشان الدوله تعيش وما تخربش، الدوله تعيش، ده جزء من انقاذ البلد، انك
الرئيس طبعا كان بيتكلم على قال ان انتوا بتنفقوا فلوس ومشروعات وطرق وغيره وغيره، ويمكن ده كمان جزء بكره سياده الفريق كامل وزير في حوارنا بكره هيرد بتفاصيل كتيره جدا على مشروعات النقل بالكامل كلها بكره وبعده، حلقتي الغد بكره وبعده ان شاء الله مع الفريق كامل وزير، لانه كان جزء مهم من حوارنا مع الفريق كامل وزير. الجزء الاولاني هيكون بكره والجزء الثاني هيكون يوم الاربعاء ان شاء الله باذن الله تعالى. بس زي ما بقول لحضراتكم كمان لانه هي دي اسئله الناس، فالرئيس النهارده كمان رد على اسئله الناس. انتوا بتنفقوا كتير والناس تعبت والفلوس راحت فين؟ ادي فالرئيس بيقول لكم بتتكلموا على الفلوس؟ دكتور هاني سويلم هو بيشرح. فالرئيس قال له بكام؟ بكام؟ يعني قال الدكتور هاني كده. يا دكتور هاني بكام؟ فالدكتور هاني قال دكتور مصطفى، فالرئيس قال له لا قول. وضحكوا. كام الرقم؟ 190 مليار. ما دي ارقام، دي ارقام عشان اقدر اعيش، اقدر اعرف اكل، اقدر اوفر سلع، اقدر اوفر افتح بيوت لملايين المصريين. طب تفتح بيوت هو ده كمان مش حاجه ايجابيه؟ بتشغل الناس. طب الناس النهارده اللي احنا شفناهم من اول ما روحنا لحد ما في حته لو فيها اعداد هائله من الشباب المصريين والشركات المصريه اللي شغاله وشركات اخرى كمان في استثمار كمان موجود في مستقبل مصر، شركات اخرى عديده شغاله، هي دي مش فرص عمل كبيره؟ طب النهارده يبقى عندك هذه الفرص بهذا الحجم الهائل بهذا الانتاج بسم الله ما شاء الله في كل القطاعات وجميع المحاصيل، وانت كمان النهارده محتاج ايه؟ لان انت كمان عندك استنباط انواع من البذور اللي محتاجها، مثلا محتاج في وقت معين ازرع طماطم عشان بيبقى وقت ما بين العروات وغيرها يحصل عندك ازمه، لا مش عايز الازمه دي تحصل، فانت محتاج نوعيه معينه، محتاج مثلا ازرع في الصيف انواع معينه والشتاء انواع معينه، لانه المشروع ده مشروع مستدام مش مشروع زي ما عندنا في بلادنا بنزرع قطن في فتره معينه، قمح في فتره معينه، ذره، لا هنا مشروع مستدام تستطيع انك تزرع اللي انت محتاجه في توقيتات مختلفه، عندك الصوب الزراعيه ما هي الصوب كده، وعندك كمان تستخدم الري المختلف، ري بالتنقيط والري ما عندكش خلاص الغمر، انت النهارده بتستخدم الاليات الحديثه في الري عشان نوصل لاعلى انتاجيه. وعايز اقول لحضراتكم النهارده السنه دي ما شاء الله البطاطس السنه دي عامل، شوفوا الفدان عامل كام طن بطاطس، البنجر، القمح انتاجه قد ايه؟ الفدان عامل لي كام ارداب؟ كله السنه دي ما شاء الله انتاج ما شاء الله، لانه خلي بال حضراتكم هنا لانه عندك ارشاد زراعي، ما انت هنا يعني لان البطاطس ده مثلا لو انت ما رعيتوش البطاطس ده يضرب معاك يبوظ لك، لو عندك 1000 فدان يبوظوا لو انت ما رعيتش البطاطس، البطاطس ده من الـ يعني النباتات اللي ممكن لانه اصاباته كثيره جدا، والفلاحين والمزارعين يعرفوا الحكايه دي، البطاطس اصاباته كثيره جدا وسريعه جدا، بيبقى فيه طبعا اللي بيحصل لازم تلحق ولازم تراعي ولازم تتابعه عشان ما يحصلش مشكله عندك في البطاطس مثلا. لو انت بتزرع اي حاجه، الخضار انواع مختلفه من الخضار وانت بتعملها النهارده بجوده متميزه، انواع مختلفه من الفاكهه بجوده متميزه، ما انت النهارده ممكن يبقى عندك في البيت عندك اشجار مثلا معينه، زارع اي حاجه في بيتك مثلا مانجا ولا غيره ولا غيره ولا تفاح ولا غيره، ما بتلحقوش بيتاكل منك او بيبوظ منك لان انت مش بتراعيه، لكن هنا لا، هنا بيراعيه بالوحده لانه في عنده ناس متخصصه شغاله في المشروع ده، شغلتها كل واحد بيتابع المسؤوليه اللي عليه، مسؤول عن متابعه الاشراف على السماد بيتعمل ازاي؟ ايه الانواع اللي بتستخدمها؟ تستخدم هنا اجود الانواع وافضل انواع، تستخدمش حاجه هنا مفيش عندك حاجه بترشها، مفيش رش هنا، لا، لان هنا كله
يعني زي ما بقول كده يعني كل الانواع، لانه جزء للناس، فانت بتحافظ على صحه الناس كمان، صحه المصريين اولا، وكمان وانت بتصدر بتبقى ايضا، لانه بره ما بياخدش منك اي حاجه، لازم يبقى متاكد تماما من الانتاج بتاعك اخباره ايه، درجه جودته ايه. فانت النهارده رايح لمختلف الاسواق. عايز اقول لحضرتك والله يمكن ما عندناش الفيديو ده للشاحنات اللي كانت واقفه، لانه كان الجزء الثاني من بعد الافتتاحات الجزء الاولاني، في جزء ثاني يمكن لو ده شاحنات. عايز اقول له حضراتكم مسار الطريق من اول منطقه الصوامع الى ما وصلنا للمركز الرئيسي او المقر الرئيسي للجهاز، لحد ما دخلنا داخل الزراعات على يمين الطريق ثم على يسار الطريق، كل دي شاحنات واقفة، وداخل الطريق جميع الطرق مكدسة بالشاحنات، شاحنات ايه؟ معبأة بخيرات الله، بكل الخير من داخل المشروع. نشوف اخبارنا ايه الليلة عشان نرجع نكمل هذا المشروع، وناخد كلام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وايضا والعقيد بهاء الغنام والدكتور هاني سويلم. زنقت الدولة، لسه بقول لحضراتكم، عشان تعيش ولا تخرب؟ الرئيس عبد الفتاح السيسي يرد على منتقدي كثرة الإنفاق على المشروعات والطرق. الرئيس عبد الفتاح السيسي انتهاء زراعة 2 مليون فدان العام المقبل بإذن الله تعالى ضمن مشروع مستقبل مصر. الرئيس النهارده بقول لكم مفيش حد ما كانش مبسوط النهارده. حضرتك لو رحت، لو حضرتك بتعدي على هذا الطريق، بص كده وانت معدي على اليمين وعلى اليسار طريق الضبعة، لو انت رايح العالمين ولا رايح الضبعة ولا رايح مطروح ولا رايح اي مكان، ولا ليك ارض هناك ولا ليك، هتشوف تنبهر تنبهر، ونحمد ربنا عندنا ده وعملنا ده، مش لسه هنعمل، اتعمل اتعمل خلاص. انت حطيت الاساس وخلاص، وصلت المية، طالما وصلت المية بقت الصحراء خضراء، طالما المياه موجودة، والحمد لله المياه موجودة، بس المياه موجودة بإيه؟ بعشرات المليارات من الجنيهات عشان المياه تبقى موجودة ونتكلم بهذه القوة. الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد أن تكلفة، ده خبر أولاً، الرئيس النهاردة اتكلم في الموضوع ده بشكل مهم، تكلفة المقيمين اللي هم بنقول عليهم ضيوف أو بعض الناس بيقولوا عليهم لاجئين في مصر تصل إلى 10 مليارات دولار. والرئيس اتكلم على الحسبة الخاصة بالمية، وقال لو احنا بنتكلم على 9 مليون، يعني بنتكلم على استخدامهم للمية في السنة حوالي 4.5 مليار متر مكعب من المياه. ده رقم الرئيس قاله النهاردة، ده أول رقم يتقال بالنسبة للمية، وده بيقول ان احنا عندنا أزمة، طبعا أزمة وجود الضيوف عندنا، والدولة النهاردة بتعمل إجراءات بتاعتهم. عايز أقول لحضراتكم لو قلنا المية، عايز أقول لحضراتكم الرقم 10 مليار هيبقى هيزيد، أنا بقول لكم هيزيد، ده رقم مبدئي، ده رقم مبدئي وليس الرقم النهائي. لتسعة مليون موجودين على أرض مصر، الرقم ده رقم مبدئي، التكاليف ده في بند واحد. لو اتكلمت مثلا، اتكلم على، طب التعليم انت محتاج قد ايه فصول؟ كم فصل؟ كم فصل؟ كم الف طالب عندك من التسعة مليون؟ عندهم كم طالب؟ الحد الادنى، انا بقول لكم الحد الادنى التقديرات، يعني بنتكلم على الحد الادنى ما بين 60 ل 70 الف طالب، والاقصى ممكن يبقوا 150 الف طالب، يعني ما بين 70 80 الف الى 150 الف طالب، بتكلم على التعليم العام. طب دول محتاجين كم فصل؟ دول بتتكلم على رقم كم فصل بكم مليار. طب الكتب المدرسيه اخبارها ايه؟ لو انت بتتكلم بقى وتعمل حسبه، ادي بند تعليم، شوف الارقام، شوف الارقام. فدي بند التعليم، بكلمك الحد الادنى نتكلم على 70 80 الف طالب، والحد الاقصى بنتكلم على 150 الف طالب تقريبا، 140 150 الف طالب تقريبا، يعني لانه
تدقيق البيانات، يتم تدقيق هذه البيانات. فبتكلم حضرتك على ادي رقم، محتاج كام مدرسه، بكام مدرسه بتتبني النهارده، محتاج كتب مدرسيه بكام، وكل ده تكاليف عليا وعلى بلدي وعلى موازنه الدوله، وده من فلوس الشعب، من فلوس الشعب المصري. طب لو انا بتكلم على الصحه مثلا يعني، محتاج كام سرير، بتدي خدمات مباشره وخدمات غير مباشره. طب اقول لحضراتكم، انتوا عارفين الصحه الرقم بتاعها لن يقل عن 4 مليار دولار تكاليف مباشر وغير مباشر، خدمات تقدم لـ9 مليون ضيف موجودين على ارض مصر. بكلمكم على ارقام تقريبيه. شوف ادي بند اهو، ادي بند الرئيس اتكلم على الميه، 4.5 مليار متر مكعب في السنه. بتكلم على التعليم، بتكلم على الصحه، لا يقل عن 4 مليار دولار مباشر وغير مباشر خدمات. ما تتكلم على السراير، تتكلم على علاج، تتكلم على خدمات تقدم، قد ايه تكلفتها، كام، زي ما بقول لحضرتك كده، دي الارقام. انت بتتكلم على دوله موجوده معانا، دوله عدد سكانها 9 مليون موجودين على ارض مصر، مش هتكلم ثلاث دول، هتكلم دوله، لكن العدد ده في بعض الدول عدد سكانها 3 مليون. فبنتكلم ثلاث دول او بنتكلم على دوله كبيره متوسط 9 مليون. فده حجم تكاليف علاج وانفاق في قطاع الصحه. وعندك التعليم وخد النقل بقى قد ايه؟ كام مليار؟ طب البترول اخباره ايه؟ كام مليار؟ فبقول لكم رقم ال 10 مليار هو رقم مبدئي، الرقم سيتجاوز هذا الرقم. نبقى شايفين ده. النهارده المواطن يقول لك في بعض الناس بيتكلموا على مدارس ومدارس، لا، مفيش مدارس معترف بها المدارس المصرية. مفيش مدارس معترف بها المدارس المصرية، فقط اللي واخدة موافقة من التربية والتعليم. إنما أي حاجة تانية فده ملف صعب، وملف الدولة شغالة عليه وتقديراته كبيرة جدا. وتاني بقول يعني اتكلمنا عنه امبارح، واتكلمنا عنه الاسبوع اللي فات، واتكلمنا عنه الشهر اللي فات، واتكلمنا عنه بقى لنا 11 سنه ونتكلم عنه تاني. وقلت لحضراتكم كل يوم نتكلم عنه، كل يوم نتكلم عنه، عشان دي مسؤوليتنا كلنا، كلنا كلنا خايفين على بلدنا. ومفيش حد يبقى خايف على بلده الا ويتكلم بهذا يعني في صالح البلد. احنا عايزين زي ما بقول كده يعني بلدنا، تقديرات هائله، تكاليف هائلة، مصر بتنفق انفاق هائل على 9 مليون مقيم او ضيف او لاجئ موجودين عندنا. الرئيس عبد الفتاح السيسي 190 مليار جنيه استثمارات مشروعات توفير المياه لتحقيق التنمية الزراعية. الرئيس عبد الفتاح السيسي يتحدث عن حل لأزمة الدولار في مصر. الرئيس اتكلم على الانتاج، الانتاج هو ده، قال لك ده الحل، مفيش حاجة، قال لك لسه أزمة دولار موجودة، عندنا أزمة دولار، وقال ما زالت موجودة وكررها مرتين النهاردة. الرئيس عبد الفتاح السيسي تشغيل المشروعات لعمالة كبيرة يعتبر ربحا للدولة. أهو اتكلم حتى إن أنا بشغل هذه الأعداد في مشروع اللي هيوصل مستقبل مصر لـ2 مليون بعد 3 سنوات بيشتغلوا في هذا المشروع، أو الـ4 سنوات اللي جاية 2 مليون واحد، حتى 2029 أو 2030، قول 2030 يعني بنتكلم على 5 سنين اللي جايين، 5 سنين ونص أو 6 سنوات اللي جاية، توصل 2 مليون واحد في هذا المشروع فقط، المشروع ده بس. طيب بكرة الفريق كامل الوزير هيقول لحضراتكم مشروعات وزارة النقل كم واحد بيشتغلوا فيها النهاردة، هتسمعوا بكرة أيضا أرقام بالملايين من الفريق كامل الوزير غدا في حوار الغد، وهتسمعوا بعد بكره كمان ارقام اخرى. هي دي المشروعات اللي فاتحه بيوت الملايين من المصريين.
الرئيس عبد الفتاح السيسي: المشروعات اللي بتاخد 200 سنة احنا بنعملها في 3 او 4 سنين. الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد أهمية مشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية. الرئيس عبد الفتاح السيسي: المياه التي تصل مصر ثابتة ولا تزيد، بيتكلم على نهر النيل طبعا، وإنشاء محطات تحلية يكلفنا الكثير. يعني احنا حصتنا ثابتة اللي هي 55.5 مليار متر مكعب سنويا اللي بتجيلنا لمصر، هي ما بتزيدش، موجودة. طيب ال 55 دول من سنة كام؟ هو طول عمرنا بيجيلنا، والرقم ده محدد من سنة اتفاقية 59. طب لما النهاردة بنتكلم على ده وهي حصة ثابتة، عدد سكاننا كام؟ وبقى النهاردة 105-106 مليون، وفي 9 مليون ضيف بيشربوا مية. ما الرئيس اتكلم اهو بيستهلكوا 4.5 مليار متر مكعب مية، 9 مليون من حصة مصر. يعني في 4.5 مليار متر مكعب مية من حصتنا اللي هي 55.5 مليار لمين؟ للضيوف اللي موجودين على أرض مصر أو اللاجئين. 9 مليون ده من حصتنا، ادي رقم اهو. هو العالم مش شايف ده؟ يبقى احنا بقى لنا كام؟ اتبقى لنا 51 مليار لل 106 مليون. طب محتاجين نزود ونعمل محطات؟ الرئيس قال لحضراتكم وهيشرح سياده الرئيس بعد شويه. ده بيت ربنا. الرئيس بيرد طبعا على منتقدي تكلفه تطوير مسجد السيده زينب اللي سياده الرئيس افتتحه امبارح، وقال ده بيت ربنا. قال يعني انتوا اللي عنده بيت ولا عنده شقه ولا عنده فيلا لما يجي يشطبها مش بيعملها احسن حاجه؟ طب وانتوا عايزين بيت ربنا نعمل له ندهنه كده بس كده وخلاص؟ لا، قال ده انا اعمله احسن حاجه. صح، يتعمل احسن حاجه. عقيد بهاء الغنام مدير جهاز مستقبل مصر: نستهدف زياده صادرات مصر الزراعيه بنسبه 25% سنويا. مدير جهاز مستقبل مصر: لدينا حجم كبير من القوى العامله يقدر ب 2 مليون عامل رايحين لهذا الرقم. مدير جهاز مستقبل مصر يعاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري على استمرار العمل، ويؤكد استهداف استصلاح 4.5 مليون فدان زراعي. مدير جهاز مستقبل مصر للتنميه المستدامه: نمثل 70% من الزراعات الاليه بالدوله. وزير الري دكتور هاني سويلم: 9 مصارف لتنمية سيناء ووصول المياه للأهالي بعد بناء 3 محطات معالجة. دكتور هاني سويلم: محطة المحسمة للمياه المعالجة تعمل بطاقة 1 مليون متر مكعب. ثم اتكلم على بحر البقر، بنتكلم على 5.2 أو 3.1 مليون متر مكعب في اليوم. ثم اتكلم على محطة الحمام اللي اسمها يتغير، هتبقى 7.5 مليون متر مكعب في اليوم، وهتكون أكبر محطة في العالم. حاليا بحر البقر. دكتور هاني سويلم وزير موارد مائيه والري: الزياده السكانيه اهو رقم واحد نتكلم عليه اهو، اللي هو النمو السكاني، الزياده السكانيه وثبات الموارد وراء تراجع نصيب الفرد من المياه. وقال لك في الستينيات كان نصيب الفرد 2000 متر مكعب ميه في السنه للشخص الواحد، النهارده نزل الى 500. نزل من 2000 إلى 500، وقال لك السبب نمو السكاني، ثبات الموارد المائية، سيادة الرئيس اتكلم عليها، حصتنا زي ما هي يعني، وتراجع وراء تراجع نصيب الفرد من المياه، من 2000 متر مكعب في الستينيات إلى 500 متر مكعب الآن في العام، وده وصلنا إلى الفقر المائي. أقل من 1000 متر مكعب فقر مائي. وزير الخارجيه سامح شكر النهارده تلقى اتصالا هاتفيا من انتوني بلينكن وزير الخارجيه الامريكي. شكر وبلينكن يؤكدان اهميه فتح المعابر البريه، نتكلم على معبري رفح من الجانب الفلسطيني وكرم ابو سالم اللي قافلهم جيش الاحتلال الصهيوني بين اسرائيل وغزه وادخال المساعدات الانسانيه. بعد 35 عاما من اخر مواجهه بينهما،
مصر توجه ضربة جديدة لإسرائيل، اللي هي مصر فين؟ مع جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية لمحاكمة إسرائيل، وهو تصعيد طبعاً. وزير الخارجية جنوب أفريقيا: نتطلع للتعاون مع مصر في الدعوة المقامة ضد إسرائيل. الإعلام العبري، إعلام إسرائيلي بيقول: مخاوف في تل أبيب بعد تهديدات صريحة من مصر. عبد اللهيان وزير الخارجية الإيراني بيتكلم، بيقول: حجم المشاورات مع مصر يظهر التفاهم السياسي المتبادل مع إيران. هنا جراهام، ده لينسي جراهام سيناتور الأمريكي، سيناتور الأمريكي النهاردة بيتكلم بطريقة في منتهى الخطورة، وبيتكلم على غزة. وطبعا واحد من الصقور في الولايات المتحدة الأمريكية، ويتكلم على هو طبعا واخد موقف ضد بايدن وقراره بعدم ارسال اسلحه حاليا، اللي هي القنابل الثقيله اللي اتكلمنا عليها امبارح، الى اسرائيل. فجراهام لينسي جراهام بيقول يقارن القنابل الامريكيه النوويه على اليابان هيروشيما ونجازاكي بحرب غزه. تعرفين امريكا هي الدوله الوحيده في العالم اللي استخدمت السلاح النووي لما ضربت هيروشيما ونجازاكي يومي 6 و9 اغسطس عام 1945، وكانت نهايه الحرب العالميه الثانيه. ضربوا وقال لك دي كانت النهايه، وهي كانت النهايه بعدها خلاص. كان ضربوا دمروا اليابان وخلاص انتهت الحرب، وقال لك احنا استخدمنا السلاح النووي عشان ننهي الحرب العالميه الثانيه. قال كده، وقال انه يعني ليه اسرائيل ما تعملش كده؟ يعني هو بيساعد اسرائيل وعايز اسرائيل تستخدم ما لديها من سلاح نووي لتدمير قطاع غزه بما فيه، وكانه قطاع غزه لسه موجود يعني. وقال لك عشان يعني تخلص مسار الحرب، وقال عشان الحرب دي تنتهي لازم اسرائيل حزو الولايات المتحده الامريكيه في عام 1945 لما استخدمت السلاح النووي ضد اليابان. هكذا تحدث هذا لينسي جراهام، وبيطالب انه يعني اسرائيل تستخدم القنابل النوويه، وقال تستخدم ما لديها من اي قوه لديها، وانه امريكا لازم تديها كل الاسلحه وكل القنابل عشان لازم الحرب دي تتوقف واسرائيل عليها ان تنتصر. بيقول كده. نتنياهو: نناقش نفي قادة حماس خارج غزة طبعا، والأمر يعتمد على استسلام الحركة. عضو الفريق الفلسطيني بالعدل الدولية بمحكمة العدل الدولية طبعا لسبوتنيك، المدعي العام منحاز في مخاوف المدعي العام محكمة العدل الدولية في انحياز، وأمريكا تؤثر على قرارات المحكمة. أمريكا بتتدخل على طول، شوفوا أمريكا اللي هي بتشتغل على، وهذا أمر يعني محدش يضحك في أي وقت على الناس إنه نجد بايدن بيعمل. لا طب ما هو أهو في محكمة العدل مش عايزين يطلعوا قرارات إدانة ضد إسرائيل، ولا المحكمة الجنائية الدولية مش عايزين وبيهددوا قضاة المحكمة لو عملوا أي قرارات لاعتقال نتنياهو وقادة جيش الاحتلال، هيددوهم هياخدوا ضدهم إجراءات. فأدي أمريكا بتستخدم كل ما لديها من قوة ونفوذ وتهدد المحاكم الدولية. ادي الولايات المتحدة الأمريكية، وادي دور أمريكا الواضح العالم كله يبقى شايفه. فريق أسامة ربيع النهاردة في مجلس النواب: مصر رئيس هيئة قناة السويس يذكر بمخططات إسرائيل لإفشالها. فريق كامل وزير بكرة أيضا هيتكلم في هذا الملف بتفاصيل كثيرة جدا. كل المشروعات اللي بيتكلموا عليها فريق كامل وزير غدا باذن الله في الحوار معاه الجزء الاولاني، عشان عندنا يومين حوارين. حوار الاولاني بكره هيكون عن المواني المصريه، عندنا البرومو يا يوسف مش كده؟ ممكن نشوف انسرتات البرومو لو موجوده جاهزها كده. هيتكلم بكره عن المواني المصريه وازاي مصر
شغالة وإن مفيش حاجة أبداً 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 بديل أبداً عن قناة السويس. هشرح لحضراتكم غداً الفريق كامل الوزير وزير النقل في الحلقة الأولى غداً. ويوم الأربع كمان أيوة بالظبط كده. وكل التحية مرة أخرى لسيادة الفريق كامل الوزير وزير النقل. ده الجزء الأولاني اللي هيكون بكرة من ميناء العين السخنة، هيكلم حضراتكم على ميناء السخنة وصلنا فيه لحد النهاردة، تطوير الميناء بشكل عام وتطوير الموانئ المصرية بشكل عام، مش ميناء السخنة لا، الموانئ المصرية بالكامل. حلقة الغد عن الموانئ المصرية وعن أي تهديدات وأي محاور بتتعمل وأي ممرات يقول لك إن ده بديل قناة السويس ويؤثر عليها. غدا الفريق كامل الوزير هيرد على كل التساؤلات ديت ويقول لحضراتكم غدا في حلقه مهمه جدا. وبقول لكم دايما الفريق كامل الوزير بيكون كلامه في غايه الاهميه وفي منتهى القوه وكلها معلومات. حلقه الغد هيرد بتفاصيل كثيره ما الذي يجري في المنطقه والاقليم وفي كل مكان. تجدوا غدا هنتكلم وفريق كامل الوزير بكره هيكون معانا في الحوار الاول، معانا كمان يوم الاربعاء الحوار الثاني او الجزء الثاني حوار ثاني، لان هم حوارين منفصلين. يعني الحوار الأولاني مختلف عن الثاني، الأولاني له محاور مختلفة عن الموانئ، الثاني عن شبكة النقل الحديثة، سكك حديدية، مونوريل، مترو، الار تي، ترددي، يعني كل ما يتعلق كله مونوريل، كل الأحدث في مصر هيتكلم. عندنا الجزء الثاني عندنا فنقدر كمان نستعرضه مع حضراتكم كمان، لانه زي ما بقول لكم هيكون عندنا حوار مهم جدا ايضا يوم الاربعاء مع الفريق كامل الوزير وزير النقل، هيكون حوار مختلف تماما عن حوار الغد. الغد هيكون ايضا مهم ويوم الاربعاء حوار ايضا مهم، بنتكلم فيه على كل شيء، بنتكلم فيه على رأس الحكمة، بنتكلم فيه على تطوير شبكة القطارات، هنركب القطار الجديد والأحدث في مصر مع الفريق كامل وزير. قطار حاجة بسم الله ما شاء الله تليق بالشعب المصري، قطار دورين يعني في منتهى يعني كل حاجة بتتعمل في البلد والله. فزي ما بقول لحضراتكم يعني نقدر هنشوف مع بعض بكرة حوار مهم، يوم الأربع كمان حوار مهم جدا، لأنه كمان يوم الأربع بنتكلم على المترو بالجديد، بنتكلم عندنا خط السادس ولا لأ، عندنا خط بنعمل إيه في الخط الثالث، الافتتاح هيكون إمتى، بتشغيله للركاب، بنتكلم زي ما حضرتك بتشوف، شوف بقول لكم من شوية وإحنا بنتكلم على مستقبل مصر بقول لكم المعدات والناس اللي شغالة، آدي ميناء العين السخنة. يبقى شوف مستقبل مصر إيه، بقول لكم كل مشروعات مصر كده، كلها حركة عمل، حركة شغل. بسم الله ما شاء الله، شايفين حضراتكم الناس، شايفين العمالة قد ايه، شايفين الناس بتشتغل على مدار الساعة، كل مشروع في البلد كده، فلوس اترمت في الأرض هتجيب مليارات، مفيش حاجة بتترمي في الأرض، مفيش حاجة اسمها ترمي فلوس في الأرض، ما عندناش هذه الرفاهية أبدا، عندنا بنعمل لمستقبل البلد، بنعمل عشان نجيب نرجع فلوس للناس، عشان نرجع فلوس البلد، ندخل فلوس للدولة، ندخل عملة صعبة. فريق كامل الوزير هيقول لنا على واحد مشروعات اللي بتتعمل في مصر ولسيادة الرئيس أمر بيه، بيشتغلوا عليه النهاردة عشان دخله قد يفوق دخلنا من السياحة، بيتعمل قد يفوق دخلنا من السياحة. شوف احنا النهاردة بنتكلم على كام دخلنا من السياحة، يبقى انت ده بتكلم على حاجة مشروع واحد بس بيتعمل في الموانئ المصرية النهاردة. لما يبقى عندك هنا مشروع وهنا مشروع، كم مشروع هنا في الموانئ المصرية؟ كم مشروع النقل؟ لسه بنتكلم عن النقل، حد هيجي لك مستثمر النهاردة إلا وعندك شبكات طرق ونقل حديثة وكل شيء موجود عندك وموفر له كل حاجة؟ لا مش هيجي لك، بس هيجي لك، هيجي لك عشان عندك أنت خلاص، أنت عملت مش لسه هتعمل، أنت عملت كل ده خلاص اتعمل بيخلص، يعني كل ده بيتم إنجازه خلاص، بيتم الانتهاء منه خلاص، ما انت عملت مستقبل مصر، عملته خلاص، زي ما بقول كده يعني خلاص عملته شغال عشان تخلصه. بدأت بكام ألف فدان
عشان توصل لأربعة ونص مليون فدان. شوف انت بتتكلم في ارقام ايه. طب انت هنا عملت عملت خلاص، ما انا شغال هخلص، خلاص هخلص ميناء السخنة ويكون اكبر ميناء في الشرق الاوسط، في كل الشرق الاوسط، ما فيش ميناء في الشرق الاوسط هيكون قد السخنة، قد ميناء العين السخنة، هيبقى ميناء العين السخنة هو الاكبر بحجم، بحجم زي ما بقول كده. ادي اهو القطار وحلقة القطار اللي هتكون يوم الاربعاء، ادي القطار اهو. حاجة حاجة، اقف هنا يوسف لو سمحت، اقف هنا قبل ما نروح لسيادة الفريق كامل. اي ادي القطر اهو، هتشوفوه معانا مع الفريق كامل وزير. دخلنا القطر ده، القطر ده اللي هيبقى ايه؟ لاهالينا اللي هيقف مراكز، ده اسمه القطار الاقليمي، ده مش السريع، ده ال 160 كيلو بس. النهارده طبعا التلجو بيمشي 120 كيلو، ده الاقليمي السريع اللي هيقف مثلا في طهطا عندنا، وفي طمع عندنا، وفي المراغه، وفي سمالوط، وفي بني سويف، وفي جهينة، هياخد كل، وفي توشكا، هيقف في المراكز، المراكز. انما القطار السريع ده اللي سرعته 250 كيلو مترا، انما ده سرعته 160، واحنا بنقول على ده الاقليمي، الاقليمي السريع. احنا اقصى سرعه النهارده للتلجو 120 كيلو، ما بالك ده هيبقى 160. شوف الفرق، شوف النقله. نكمل يوسف لو سمحت. ده حلقة الأربعاء إن شاء الله مع سيادة الفريق كامل الوزير، وزير النقل. بشكره تاني. شايفين؟ شايفين المعدات؟ معدات التحالف الألماني مع المصريين. شوفوا عاملين إيه حضراتكم؟ شايف حضرتك؟ شوف البلد، شوف المحطات هتبقى إزاي؟ محطات، مش محطات أكنك في محطة برلين. أنا رحتها محطة برلين مع المهندس هاني عازر. في محطة لندن، أنا رحت لندن كتير قوي، عارف محطاتهم. بتبقى كده، هتبقى نموذج من محطات الأوروبية، اللي هو محطة فيها مول تجاري، فيها فندق صغير، فيها محلات، فيها كافيتريات، فيها مطاعم. يعني ممكن مش لازم تروح المحطة عشان تركب قطر، لا، ممكن تروح المحطة عشان تقضي يوم، تقضي يوم في المحطة. ده المسار القطار. وادي بسم الله ما شاء الله، والله في منتهى السعادة، وانا ما دايما ما ابقى سعيد جدا ودايما كده. اي مكان، ويعني كل التحيه سياده الفريق كامل الوزير وادي يوسف طبعا، وسعيد حجازي، وكل الشباب اللي كانوا موجودين معانا، وانا بحييهم وبشكرهم والله جدا جدا جدا. اي نقل ونقله كبيره جدا في البلد، شبكه في منتهى القوه والاهميه. حضرتك لما ده يخلص تعرف حجم هذا العمل، مفيش حاجه اترمت، وكل حاجه محتاجينها، لانك مش هتقدر تعمل ده النهارده. ليه؟ ثمنه يزيد اربع مرات، مش هتقدر. العماله كلها مصريه، كلها عماله مصريه وشركات مصريه. اعرف في العين السخنه كام شركه، واعرف القطار الكهربائي الخط الاول فقط اللي هو السخنه لحد مطروح، الخط الاول بس، مش الخط الثاني والثالث بعد كده، لا، كلها شركات مصريه وعماله مصريه ومهندسين وفنيين. والفريق كامل وزير هيشرح لحضراتكم يوم الاربع هنا التجربه المصريه، ومين الدول اللي خدت الخبرات المصريه اللي عايزه. هتسمعوا كلام مهم قوي قوي. دي مشروعات استراتيجيه، في مشروعات استراتيجيه كبيره، هل هتقف ولا هتكمل؟ طب ازاي؟ ايه اللي بيتم؟ بقول لكم ملفات مهمه جدا هتكون يوم الثلاث بكره، ويوم الاربع ان شاء الله مع سياده الفريق كامل الوزير، وزير النقل. بحييه وبشكره كثيرا جدا. نكمل. قوات اسرائيليه تتقدم على عده محاور في شرق رفح. نتنياهو: اكملنا نصف الحرب تقريبا. وبلينكن: عمليه رفح لن تقضي على حماس. وزير الدفاع الإسرائيلي: الحرب ستحدد مصير الإسرائيليين خلال العقود المقبلة. تحذير من انهيار منظومة الصحية في غزة خلال ساعات قليلة. المجاعة تطرق أبواب غزة من جديد. ما هو فيش حاجة بتدخل، خلاص داخلين على أسبوع أهو. إسرائيل احتلت وقفلت المعبرين، كرم ابو سالم ورفح من الجانب الفلسطيني، مفيش حاجه بتدخل، بقى لنا اسبوع اهو.
للمرة الأولى حزب العمال البريطاني يدعو إلى تعليق بيع الأسلحة لإسرائيل. الصحة العالمية تحذر من تفاقم الوضع سريعاً في الفاشر بغرب السودان. الاتحاد الأوروبي قطاع المياه مجال رئيسي للتعاون مع مصر، لسه بنتكلم وسيادة الرئيس لسه بيتكلم عليه النهاردة. المية، وزير التخطيط السيادي المصري سيجري جولة ترويجية خليجية، بتكلم على شهر يونيو القادم هتعمل جولة في دول الخليج للترويج للاستثمارات في مصر، صندوق السيادي المصري. سيادة النائب محمد أبو العيني وكيل مجلس النواب النهاردة رئيس مجموعة كليوباترا، تكلم النهاردة على مدي تصريحات لبلومبرج الشرق ومصنع كليوباترا المصري الجديد بكلفة 50 مليون دولار يستهدف تصدير نصف إنتاجه. هنا يبقى احنا بنتكلم على تصدير للإنتاج، نتكلم على نص الإنتاج تصدير وتكاليف، بيتكلم على مصنع جديد للسيراميك، وقال انه هيتم تشغيله الشهر اللي جاي، واكد النائب محمد عمرين انه المصنع الجديد بيعمل بتكنولوجيا هي الاولى من نوعها في الشرق الاوسط، وله انتاج سيراميك كبير الحجم بيضم 6 خطوط انتاج، وقال بنستهدف تصدير 50% من انتاج المصنع الجديد للخارج. اكد انه في مؤتمر النهارده عقد في القاهره انه خلال 10 ايام اللي جايه هيفتتح فندق كبير في سيدي حنيش اللي كنا فيه السنه اللي فاتت بالساحل الشمالي الغربي بسعه فندقيه 450 غرفه فندقيه وتكلف 25 مليون دولار. واكد النائب محمد عمرين ايضا انه بيتوسع حاليا في استثمارات المجموعه في قطاع الاعلام، يعني كمان اتكلم على يتوسع ايضا في قطاع الاعلام القنوات والمواقع الاخباريه، وبالتالي هناك ايضا يعني ضخ استثمارات جديده من النائب محمد ابو العنين، وهي استثمارات ده كل هذه الاستثمارات فرص عمل وتشغيل الاف فرص العمل. كليوباترا المجموعه فيها 28,000 واحد، 28,000 موظف، بتكلمكم على رقم، حضرتك بتتكلم على 28,000 موظف في المجموعه بالكامل. المجموعه بنتكلم على قطاع، بنتكلم على الاعلام، بنتكلم على العقارات، بنتكلم على السيراميك، بنتكلم على السياحه وفنادق، بنتكلم على زراعه، بنتكلم على صناعه اغذيه، يعني بنتكلم على انشطه متعدده. فيهم كام؟ 28,000 واحد بيشتغلوا. بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله، ويتوسع كمان. يعني وده كمان يتوسع زي ما قال في تصريحات النهارده لبلومبرج. النائب محمد ابو العنين صفقه راس الحكمه، اتكلم ايضا عن صفقه راس الحكمه، رساله للعالم بقدرات مصر لجذب الاستثمار الاجنبي. النائب محمد ابو العنين، نحتاج قانونا جديدا للاستثمار يروج ويخاطب مختلف دول العالم. ابو العنين، تنظيم المؤتمر الاقتصادي الاوروبي الشهر المقبل فرصه لجذب الاستثمارات ودعم الصناعه. شعبه الادويه، السوق يواجه نقصا غير مسبوق في الدواء ونطالب مجلس الوزراء بحل الازمه. نروح لفاصل ثم اعود لحضراتكم. أرجع مع حضراتكم مرة تانية، نروح نشوف ترند النهاردة. طبعا موسم الحصاد، وسيادة الرئيس اليوم في مستقبل مصر بدء موسم الحصاد، فيديو وطبعا بن غفير المجرم الحرب وزير الأمن الصهيوني، وخناقة وضرب ومشاجرات واعتداءات وهجوم على بن غفير. نشوف ايه اللي حصل كمان اللي بيحصل في اسرائيل. اسرائيل شعللة
إسرائيل مش هتقوم لها قومة. انقسامات رهيبة جدا داخل الحكومة، مجلس الحرب، بين الناس، بين الأحزاب، ما بقوش بقى كل حد النهاردة هجوم على الآخر. من أول نتنياهو وانت نازل مفيش اتنين مع بعض، تعرضوا طبعا عندهم، وربنا يزيد ويبارك. يعني نشوف. عايز أوري حضراتكم سيادة الرئيس النهاردة عمل جولة بالطائرة، تفقد من الجو. سيادة الرئيس الأول وصل، ثم صوامع والقاعة والافتتاحات وغيره وغيره، ثم بعد ذلك أخذ جولة بالطائرة مع العقيد بهاء الغنام. زي ما حكوا طبعا هتشوفوا دلوقتي طبعا تصوير من الجو لمشروع الضخم. أدي العقيد بهاء بيشرح لسيادة الرئيس من الطائرة خلال تفقد سيادته مشروع مستقبل مصر من للتنمية المستدامة من الجو اليوم. وجولة كانت تفقد استمر يعني فترة طويلة، وكنا بنتابع طبعا هذه الجولة واحنا موجودين في هذا المشروع. وزي ما حكوا بتتابعوا كده كل اللي كان صحرا النهارده ديك شايف بسم الله ما شاء الله. وحاج بتتابع طبعا المشروع الضخم بسم الله ما شاء الله. سيادة الرئيس طبعا ليه تكليفات، ليه العقيد بهاء الغنام، نتكلم طبعا لقطات خاصة بالمية، بالري اللي بيتم لهذا المشروع، والتنمية اللي بتحصل على أرض مصر. بنتكلم على نوصل هنا في هذه المنطقة الـ 2.2 مليون فدان في مستقبل مصر والدلتا الجديدة. خلاص زي ما قلنا من شوية، خلاص هذه المية، طالما المية موجودة والخير موجود هنا في هذا المشروع العملاق، مشروع يعني بيتكلم على تصدير، وبنتكلم على السوق المحلي، بنتكلم على ادي الحصاد زي ما حضراتكم بتشوفوا ده النهارده شايفين حضراتكم. عايز بس تتفرج وتشوف وتتابع اللي تم النهارده الحصاد اليوم. بنتكلم على البطاطس، بنتكلم على القمح، بنتكلم على البنجر زي ما حضراتكم بتشوفوا ده اليوم، هذا التصوير النهارده. عايزك تبص على مرمى البصر وحضرتك شايف المعدات، بص بص حضرتك شايف 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 المعدات، شايف الخير، كل ده خير، كل ده خير بسم الله ما شاء الله، زي ما احنا بنشوف كده. بص على يمين وشمال وقدام، كنت بقول لحضرتكم على الشاحنات، ارجع يوسف معلش ارجع، يعني حاجه بسيطه قوي، الشاحنات كانت في الخلفيه ورا، لا ارجع شويه صغيره، ارجع شويه صغيره، شويه صغيره، شويه كمان شويه، كنت شايفهم، كنت شايف، معرفش راحوا فين، اكيد هيجوا تاني. شحنات الطابور اللي كنت بقول لحضرتكم عليه على الطريق هيجي لنا، هيجي لنا، هيجي لنا، هنشوفه. نكمل نكمل زي ما حضرتك بتشوف كده. طبعا مشروع المهم واللي احنا يعني جزء طبعا بينضم له العديد من المشروعات اللي موجوده في مختلف المحافظات وتحت مسؤوليه جهاز مستقبل مصر للتنميه المستدامه والذي يترأسه العقيد دكتور بهاء الغنام. زي ما تشوف حضرتك النهاردة تصوير من الجو، يمكن ده اتعمل الفيديو بعد طبعا، كان مهم أيضا نشوف كل هذه اللقطات أيضا وتشوفوا حضراتكم إيه اللي حصل النهاردة بهذا المشروع المتميز للغاية، وحجم العمالة الموجودة، وحجم العمل والإنتاج اللي موجود واللي بيتم على أرض مصر في مستقبل مصر وموسم الحصاد. نتكلم على زراعات مختلفة، نتكلم على أنواع مختلفة، نتكلم على طبعا السوق المحلي، ثم احتياجاتنا، ثم بعد ذلك بتصدر أنواع مختلفة أيضا مطلوبة، بتتزرع مخصوص للتصدير، دي كمان بتجيب عملة صعبة. مشروع بينفق انفاق كبير جدا، محتاج طبعا يعني ضخ أموال كبيرة، وبالتالي يكون عندك جزء من التصدير أيضا، ولكن تاني السوق المحلي بيكون له أولوية، والاكتفاء الذاتي بيكون له أولوية، وكل الزراعات والمحاصيل الاستراتيجية بتعمل جزء كبير منها هنا. تشكى إن شاء الله الأسبوع الجاي هتشوفه أيضا مع سيادة الرئيس خلال زيارة سيادته اللي أعلن عنها النهاردة، إنه قال قريبا هنروح تشكى إن شاء الله الأيام الجاية بإذن الله تعالى. كمان هيكون عندنا حصاد أيضا في تشكى، وتشوفوا كمان تشكى الخير فيها أيضا مشروع عملاق. كنا السنة اللي فاتت مع سيادة الفريق أسامة عسكر رئيس الأركان في تشكى،
وعملنا ايضا كان عندنا يوم مهم جدا، وقبلها بسنه كنا مع سياده الرئيس ايضا في توشكا، رحنا توشكا حوالي 3 مرات على مدار ال3 سنين اللي فاتوا، بنشوف مشروعات بلدنا، بنشوف خير بلدنا، والمواطن يقدر يشوف البلد، حجم الشغل اللي بيتم والزراعات اللي بتتم والمحاصيل اللي بتتم، كل ده بيوفر عليك دولارات. بدل ما انت النهارده بتستورد بقديه، النهارده اي حاجه بتزرعها، بزرع قمح بوفر دولار، اي طن قمح بيوفر لي دولار، اي طن ذره بيوفر لي دولار، اي طن صويا بيوفر لي دولار، اللي هي الاعلاف، المدخلات الخاصه بالاعلاف. ما احنا دايما نقول لك ايه، الحق العلف والمدخلات وقاعده. بصوا ما شاء الله، بصوا على الانتاج، شايفين حضراتكم، شايفين حضراتكم يا جماعه، شوفوا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، تبارك الله على الشغل اللي بيتم في البلد، وعلى يعني الانتاج اللي بيتم. وطول ما انت بتشتغل ربنا بيكرمك، طول ما انت مخلص نية تشتغل للبلد، ما عندها هي مصلحتك اولا واخيرا مصر وشعبها بس ربنا بيكرمك وانت بتشتغل، فربنا بيديك انتاج، بيديك عمل، بيديك يعني مكافأة، انه ربنا بيكرمك في الحصاد اهو، شايف خير قد ايه، شايف البنجر بسم الله ما شاء الله، ده سكر بنجر، ده سكر هيوفر لك 400,000 طن في السنة سكر من هنا، من مستقبل مصر 400,000 طن سكر محتاجينهم عشان نقلل فاتورة استيراد السكر اللي احنا محتاجين كل سنة، زي ما قال النهاردة العقيد بهاء الغنام، محتاجين بنستورد حوالي 700,000 طن سكر، ما بين 600 ل 400، 600,000 ل 700,000 طن سكر سنويا نستوردهم لاحتياجات السوق المحلي، ومرينا بازمه السكر خلال الكام شهر اللي فاتوا خلاص، وزي لكن عايزك تبقى شايف المحصول، شايف المحصول، شايف المعدات الحديثه، وقدام حضرتك شايف ما شاء الله، شايف البنجر ما شاء الله قدامنا اهو، شوف قدامنا ده كلام، كل ده النهارده انت بتجيب احدث شيء موجود واحدث معدات موجوده عندنا في مستقبل مصر. تعالوا نتابع جولة سيادة الرئيس النهاردة، ثم أعود نطلع فاصل وأعود لحضراتكم عشان نسمع كمان ونتابع أيضا الرئيس اليوم، وأيضا كلامه المهم ورسائله المهمة جدا، ولكن نتابع هذا نشوف الفيديو، الفيديو ده بنتكلم على جولة من الجو، وجولة أيضا وتفقد سواء من الجو أو من على الأرض، نتابع. سيادتك يا فندم، احنا دلوقتي في قطاع من قطاعات الضبعة، افتتاح موسم الحصاد، احنا قدام بيفوت سيادتك من البيفوتات البنجر، مساحة البيفوت 75 فدان، تاريخ زراعة البيفوت ده سيادتك 9/11، هو واجب الحصاد دلوقتي، العمر عند الحصاد حاليا سيادتك 180 يوم،
متوسط الانتاجيه ان شاء الله المتوقعه يا فندم حوالي ان شاء الله 50 طن. الصنف ده صنف جوستاف، نسبة سيادتك بتاعت بنت السكر بتتراوح من 19 ل 20 في التوقيت ده الحمد لله يا فندم. وحاليا المعدات اللي بتحصد يا فندم هي معدات حصاد الهارفسترات اللي موجودة، هي اللي بتحصد البنجر. معدل الحصاد اليومي للمعدة الواحدة سيادتك بتعمل 25 فدان في اليوم، وده معدل كويس. الجهاز بيمتلك برضو إدارة ميكانة قوية سيادتك خاصة بيه، وأيضا بالمشاركة مع القطاع الخاص. يمين البيفوت ده سيادتك برضو أيضا بيفوت بنجر تاني موجودة فندم، وتاريخ الزراعة 17/11، الزراعة بتاعته 210 يوم. انا اقدر سيادتك كل ما انا اقدر اسيب البنجر في الارض ممكن زيادة الانتاجية بتاعته بتزيد، بس ممكن ده يكون على حساب بنت السكر وعلى حساب تحول النشا سيادتك اللي خاصة بعمليات الهدم اللي بتتم على حساب السكر. ايضا فندم البيفوت اللي موجود، احنا عندنا نص البيفوت، احنا نقدر نزرع نص البيفوت بنجر والنص التاني سيادتك قمح. وبرضه سيادتك البيفوتات اللي هي جنوب الطريق، احنا عندنا 3 بيفوتات بطاطس، منهم سيادتك بيفوت مزروع سيادتك هرمز مدة الزراعة 130 يوم. الغرض منه فندم ده تصنيع بيخش بيتورد لصالح مصانع الشيبس فندم. وزي ما سيادتك فندم يعني حاليا دي معدات الحصاد فندم هي موجوده سيادتك قدامنا، وهي اللي بتقوم دلوقتي دي معده روبا من المعدات اللي موجوده. واحنا سيادتك عندنا اكتر من نوع من الهارفسترات الخاصه بالحصاد، هي بتحصد البنجر وبتدخله سيادتك بعد كده بتخرجه بره، بيجي الماوس اللي بينظف ويبتدي سيادتك يحط سيادتك في العربيات اللي هي النقل اللي بعد كده بتتحرك على المصانع الخاصة بالبنجر السكر اللي احنا متعاقدين معاها. احنا هنا فندم بنعمل نوعين سيادتك من شكل التعاقد. احنا سيادتك ممكن ان احنا نتعاقد مع الشركة ان احنا ناخد الملس والعلف وناخد السكر، او ان احنا نديهم بنجر وناخد فلوس. الملس والعلف يا فندم اللي هو التفل البنجر ده تقريبا بيتصدر بره، وهيكل الصادرات المصرية بتصدر من 600 ل 700 مليون دولار، وده رقم كبير ومن اكبر الحصالات الزراعية، او نقدر نقول الصناعة سيادتك اللي بتطلع من اللي هي اللي بتطلع من التصنيع الزراعي. احنا هنا النهارده سيادتك بساعات بناخد ده وبنصدره بره، والملاس سيادتك بيتباع سيادتك للسوق المحلي، والملاس بتاع البنجر ما بيطلعش منه عسل اسود بخلاف ملاس فندم قصب السكر بيطلع منه العسل الاسود. لكن كل المشتقات اللي بتطلع من الملاس في القصب والبنجر واحد في بخصوص الصناعات الكحوليه، عدا سيادتك فكره ان احنا العسل الاسود بيطلع من القصب بس. زي ما سيادتك شايف فندم برضو ادي شكل المعدات اهو، الحصاد بتاعها وشكل الموسات. احنا هنا سيادتك دول يعني تقريبا 5 معدات حصاد، دول يخلصوا يعني طبعا البيفوت ده سيادتك في اقل من 12 ساعه لمعدات كبيره جدا. والحصاد سيادتك هنا حصاد بيتم الي، ما بيتمش سيادتك حصاد نصف الي او حصاد يدوي. بعد كده سيادتك بيطلع بره بيبقى في ماوس، الماوس ده بينظف البنجر عشان ما يروحش البنجر في شوائب للمصنع. يقوم الماوس ده سيادتك يحمل في العربيات اللي موجوده قدام سيادتك دي يا فندم بالظبط، ويقوم سيادتك هو هناك هو فندم الماوس ده، الماوس اللي موجود اللي بيحمل العربيه. هي دورها انها تحصد الي، دورها سيادتك ان هي تحصد الي وبعدين تروح تحط البنجر بره. تيجي الماوسات دي سيادتك تاخد البنجر ده بتعمل له عمليه نظافه، وسيادتك تحمله سيادتك في الزونه الخاصه بالجرارات النقل اللي موجوده، جرارات النقل التقيل. طبعا سيادتك احنا متعاقدين مع جميع النقل اللي موجود سيادتك. احنا بنطلع حوالي من 300 ل 500 جرار كل يوم، وكل ما التوقيت بيخش فندم معدلات الجرارات دي بتزيد. ممكن يخش الجهاز مشروعات الجهاز في يوم حصاد في توقيت حصاد البنجر مش اقل من 800 جرار، من 700 ل 800 جرار حصاد بس خاص بالبنجر والقمح لغايه نهايه موسم الحصاد. اللي ممكن في البنجر واحنا خلاص سيادتك جربناه ان ممكن يمتد لغايه سيادتك 1/8 و5/8. والمعدلات الحمد لله سيادتك بتبقى معدلات السكر ما بتنزلش عن 16، ودي معدلات كويسه لان احنا كل ما درجات الحراره سيادتك بالليل بتزيد بيحصل هدم في السكر سيادتك، فممكن بنت السكر بيقل. لكن الحمد لله احنا بدأنا سيادتك نعمل بحوث على الاصناف الخاصه بالبذور، والحمد لله فندم قدرنا نتغلب على ده السنين اللي فاتت، وده برضو بيدي دفعه قويه لكل مصانع بنجر السكر اللي موجوده سواء هي في قطاع الاعمال او في القطاع الخاص.
برجع مع حضراتكم مره اخرى. دكتور سيد خليفه نقيب الزراعين، اولا مساء الخير على حضرتك. مساء النور، تحياتي لحضرتك. عنوان اليوم كنقيب للزراعيين، كرجل بتعمل في هذا المجال، شفت النهارده نتكلم على هذا المشروع العملاق مستقبل مصر، الحصاد، الافتتاحات، مناطق صناعيه لوجستيه، شغل على اعلى مستوى، شفت هذا الامر ازاي؟ خليني اقول لحضرتك النهارده يوم من الايام الجميله في مصر، يوم يعني الافتتاحات واللي شاهده الشعب المصري، كل الشعب المصري سعيد بيه، لانه مهم جدا ان احنا المشروعات دي يشوفها الراي العام، المجهود اللي اتبذل فيها، التكلفه الماليه الضخمه، وبالتالي هذا المشروع مستقبل مصر هو مشروع تنمية شاملة مستدامة. كلمة تنمية شاملة دي تشمل مشروع زراعي، في تصنيع، في مناطق خدمات زي ما شفنا النهاردة السوق والتصنيع الزراعي، في مناطق سكنية يعني للأسر، تنمية عمرانية، وبالتالي هو مشروع تنمية شاملة. تنمية شاملة كان مهم جدا ان هو يشمل كل هذه الخدمات وكل هذه المناطق. يمكن النهاردة من الرسائل المهمة جدا، أيوة، ودايما السيد الرئيس متعودين على الرسائل الهامة والوضوح في كل أحاديثه حقيقة والصراحة، كان النهاردة مهم جدا، لأن كان الفترة اللي فاتت الناس كلها أو عدد كده من الناس اللي هم أهل الشر بيتكلموا على الطرق وشبكة الطرق وصرفت مليارات وكذا. يمكن النهاردة السيد الرئيس كان وضح تماما ان لولا وجود هذه الطرق ما كناش هنقدر نوصل للمناطق الصالحه للزراعه. حتى التوسعات اللي تمت حاليا في المحاور الطرق واصبحت 9 حارات و10 حارات في بعض الطرق، كان برضو منها الهدف ان انت مش مجرد طريق فقط للنقل، مهم جدا للنقل، ولكن هذا الطريق هو اللي اتاح لنا المساحات دي واتاح لنا البنيه الاساسيه والمساحات الصالحه للزراعة، لأن لولا طريق الضبعة ما كناش هنقدر نوصل ل2.2 مليون فدان في منطقة الضبعة على محور الضبعة، ما كانش ممكن هنوصل لهذه المساحات. ويمكن حتى السيد الرئيس قال إن حتى القطاع الخاص لما كان بيستصلح السنوات الماضية كان بيستصلح أرض بدون ما يبقى فيه شبكة طرق، بتخدم على هذه المنطقة. وبالتالي النهاردة حتى العرض اللي عرضه العقيد بهاء الغنام و4.5 مليون فدان وخريطه توزيعهم على النطاق الجغرافي في مصر، بتكلم على الخط بتاع الصعيد، لما بتكلم على محور الضبعه بتتكلم على منطقه اللاهون بني سويف والمنيا 62,000 فدان، في منها مستهدف 10,000 فدان للصوب الزراعيه بني سويف والفيوم، مش كده؟ اللاهون وبني سويف، يعني المنطقه بتاعت الفيوم وبني سويف، ايوه، في منطقه غرب المنيا ايضا مستقبل مصر، لما تتجه جنوبا في منطقه سونو، سنابل سونو اللي هي اسوان يعني، وبالتالي انت بتتكلم على سونو دي تقريبا فيها حوالي 650,000 فدان بدا يعني فيها مساحات زرعت بالفعل، وفي بنيه اساسيه دلوقتي بتتم في منطقه سونو، ده بتتكلم على 650,000 فدان. لاول مره النهارده يتم الكشف عن منطقه الكفرة في سيوه، نعم، دي برضو بنتكلم على 650,000 فدان، 700,000 فدان لأول مرة يتم الكشف عنها، وفي طرق دلوقتي بتتعمل، في دراسات بيتم استكمالها. لما تتكلم حتى على توشكا، ويمكن السيد الرئيس وضح النهاردة، إنما النهاردة كان من الرسائل سينا المهمة كمان، سينا أو سينا كان من الرسائل المهمة كفاءة استخدام وحدة المية، وعملية التحدي بتاع المية اللي موجودة عندنا، وبالتالي عمليات التحلية اللي بتتكلف مياه الصرف الزراعي، نعم، تكلف مبالغ ماليه ضخمه. ويمكن هنا لاول مره السيد الرئيس النهارده اتكلم على لو انا بزرع قمح مثلا 1000 فدان ولا 2000 فدان ولا 100 فدان هيجيبوا لي عائد قد ايه؟ طب دول لو زرعوا بمحاصيل اخرى، وهنا بيتكلم السيد الرئيس على الميزه النسبيه لبعض المحاصيل اللي بتزرع في مصر وبتصدر للخارج ويتم تصديرها للخارج، وبالتالي هتجيب لك عائد اقتصادي تقدر تستعيد بيه او تشتري بيه محصول زي محصول القمح او بعض محاصيل الاعلاف زي الذره الصفراء. وهنا يعني خلينا اقول لحضرتك ان في دراسه اتعملت سنه 98 99 على العائد
من المتر المكعب في قطاع الزراعة. يعني أنا هستخدم متر مكعب مية أيوة. في قطاع الزراعة أيوة. العائد بتاعه إيه؟ لو أنا زرعت قطن، لو أنا زرعت قمح، لو أنا زرعت محاصيل خضار، لو أنا زرعت رز، لو أنا زرعت فاكهة. قالت إيه؟ كان أعلى عائد اقتصادي من المتر المكعب مية لما اتعملت الدراسة دي في 98-99 كان من محاصيل الخضار والفاكهة. كان أعلى عائد من المتر المكعب مية كان من الخضار والفاكهة، لأن الإنتاجية بتاعته كبيرة، وبالتالي ده بيزود معاك الإنتاج. النهاردة السيد الرئيس قال الري بالغمر اللي عندنا في 7-8 مليون في الوادي والدلتا لابد يتم تطويره. طب المشروعات الجديدة زي مشروع مستقبل مصر في المناطق الجغرافية المختلفة، وتحدث على التحلية، وما زال فيها يعني برغم المعالجة الثنائية والثلاثية إن ما زال فيها نسبة من الملوحة لا تصلح لكل المحاصيل، إنما بتصلح لبعض هذه المحاصيل. وهنا ده توجيه لمراكز البحوث وزمايلنا في الجامعات عن مدى إمكانية إن احنا نحسن بدل ما يعني فيها 3000 جزء في المليون بي بي ام يعني او 2000، وبالتالي دي بتصلح لمحاصيل معينه. وبالتالي لما كان التوجيه حتى ان احنا بنزرع بالري المحوري او بالبيفوت أيوة. قال لا، يعني لو احنا يعني حاولنا نزرع بالهيدروبونيك يعني بتستخدم الميه اكتر من مره. ممكن حتى ما تشرح البيفوت للناس؟ البيفوت ده انت ده بيستخدم الري بالرش زي بعض اللقطات اللي تم النهارده، الفيديو اللي تم عرضه النهارده. نعم. وبالتالي دي برضو بتستخدم ميه اقل من الري بالغمر. يعني البيفوت ثاني استخدام بعد الري بالغمر، البيفوت الري المحوري او الري بالرش. انما لو احنا دخلنا بس ده مش كل الزراعات بيتم استخدام البيفوت. اللي بيتم استخدام البيفوت بالذات في الزراعات الكثيفه يعني زي القمح، زي البنجر، زي بعض المحاصيل. نعم. النهارده الرساله اللي كانت مهمه جدا ايوه ان احنا المساحات البطاطس اللي مزروعه ومساحات بنجر السكر أيوة. المزروعه ومساحات الفواكه المزروعه في مستقبل مصر هي دي اللي بتجيب لك عائد اقتصادي سريع وعائد اقتصادي مجزي. وبالتالي لما بتيجي تتوسع في البطاطس ده بتدي لك عائد اقتصادي مجزي وسريع، وايضا محاصيل الخضار كلها. النهارده حتى الصوب الزراعيه ده لما بنتكلم على تقريبا النهارده بنتحدث على 1300 صوبه كبيره مش صوب صغيره في منطقه اللاهون. كل ده النهارده ده بيضيف لك كميه كبيره من الانتاج باستخدام وحده ميه قليله، لان انت الصوب دي بتستخدم كميات محدوده من الميه. وبالتالي انت لما بتتوسع في هذا النشاط سواء في مستقبل مصر او في منطقه اللاهون وبنسويف انت بتزود الانتاج وبترفع الكفاءه بتاعت استخدام وحده الميه. وعشان كده التوجيه انه يبقى في مساحات للصوب في مستقبل مصر، في مساحات للصوب في المنيا وبني سويف. السيد الرئيس ربط كل ده بتوفير فرص العمل، والنهارده لما انا يبقى عندي حاليا دلوقتي حوالي 40,000 فرصه عمل مباشره وقربنا على 2 مليون فرصه عمل غير مباشره. نعم. ده برضو ده بيعمل نوع من الحمايه الاجتماعيه لعدد كبير من الاسر، ورايح ل 5 مليون فرصه عمل بعد 3 سنوات 27. واحنا النهارده بنتحدث على تقريبا مع نهايه عام 25 هيبقى عندنا 2 مليون فدان تم زراعتهم بالفعل مع يعني خلال نهايه عام 25 2 مليون فدان هيتم يكون تم زراعه 2 مليون فدان جديده. انت لما تتكلم على 4.5 مليون فدان تقريبا بتتكلم على 50% من مساحه الاراضي في الوادي والدلتا. الوادي والدلتا فيه من 7-8 مليون. انت النهارده اللي هو تاريخ مصر كله يعني كله تاريخ مصر كله انت النهارده بتتكلم على المزروع لغايه دلوقتي تقريبا حوالي 25% من الاراضي القديمه في الوادي والدلتا. مع نهايه عام يعني ال 4.5 مليون فدان اعتقد في 26-27 انت بتتكلم على 50% زودتها من مساحه الاراضي القديمه في المشروعات الجديده ل 4.5 طيب سيادة النقيب عايز تقول للساده المشاهدين ايضا وانا بعمل ده العائد عليا كامن غذائي كتشغيل وفرص عمل وغيره العائد عليا. دايما المواطن بيشوف اللي قدامه ده وهو في الاخر العائد دايما لما يبقى اي سلعه عندي فيها اتاحه فيها كميه كبيره بتلاقي السعر بتاعها ينخفض. يمكن حضرتك من اكثر البرامج اللي عملت على ارتفاع اسعار السلع الزراعيه وبعض الحصلات الزراعيه الفتره اللي فاتت وكان اشهرهم البصل لما وصل 50 جنيه وكذا لان صحيح. كانت الاتاحه فيه قليله. النهارده البصل سعره على ارضه
ب 5 جنيه الكيلو. نتيجه ايه؟ نتيجه ان في اتاحه، نتيجه ان في كميات مساحات كبيره زرعت من البصل، في انتاج كبير من البصل، وبالتالي لما يبقى انا في عندي اتاحه من السلع الغذائيه اللي انا بحتاجها كمواطن، وبالتالي بيكون سعرها منخفض. لما يبقى فيها عدم اتاحه ونقص في الاتاحه، لازم سعرها بيتم رفعه لان الاتاحه بتاعته قليله. طب هذه المشروعات هي اللي بتعمل لنا الاتاحه وتوفير للسلع والحاصلات الزراعيه للمواطن المصري. واللي فايض طبعا بنصدره، واحنا يمكن السنه دي ما تم تصديره بنتكلم على 6 مليون طن. طب انت ده رقم كبير. انا بتكلم هنا 6 مليون طن ده عباره عن خضار وفاكهه طازجه، ده غير المصنع، يعني غير اللي بيتم تصنيعه او تكثيفه، انما احنا بنتكلم على الطازه. النهارده تقريبا دخلنا في تصدير البطاطس، وصلنا الى حوالي داخلين على 900,000 طن السنه دي تصدير فقط من البطاطس، غير الموالح، غير البصل، غير يعني باقي المنتجات الزراعيه الاخرى. كل ده بيوفر لك عمله صعبه. عندي اتاحه في السوق المحلي. وانا اديت حضرتك مثال على البصل النهارده. وعايز اقول لحضرتك ان حتى النهارده المساحات اللي زرعت قمح مشروع مستقبل مصر، وانا كنت في زياره في الفيوم يوم السبت اول امبارح، وزرت بعض الصوامع اللي بتستقبل القمح اللي جاي من مشروع مستقبل مصر في الفيوم. صوامع بتستقبل، عايز اقول لحضرتك رقم، صوامع محافظه الفيوم كلها بتستقبل السعه كلها تقريبا حوالي 38,000 طن. كل السعه التخزينيه في محافظه الفيوم للصوامع. طب ما تم جمعه حاليا، واحنا النهارده بنتكلم على 13/5، يعني في تقريبا لسه الموسم بيستمر معانا لغايه نص 6 اخر 6 تقريبا، امتلأت عن اخرها. وشفت شاحنات من مطاحن شمال القاهره معبيه من الصوامع اللي موجوده في الفيوم، وجزء كبير من القمح اللي جاي من مشروع مستقبل مصر. يبقى هنا نتكلم العائد، جزء من العائد الناس تبقى عارفاه رايح لها ازاي في صوره ايه. طيب يمكن النهارده ايضا سياده الرئيس اتكلم على حجم الشغل، وحجم كمان يمكن بعد شويه نتكلم على موضوع الميه، لكن ايضا المشروعات نتكلم على مصر، يعني التنميه النهارده بتتم في مختلف محافظات الجمهوريه. بنتكلم من اول سينا واحنا جايين ده لحد اسوان، حد اسوان، لان لو حضرتك حطينا خريطه مصر ووزعنا عليها المشروعات الزراعيه بنلاقي تقريبا كل المحافظات فيها مشروعات زراعيه. النهارده كان الحديث على 18 محافظه في مصر بالفعل فيهم المشروعات الزراعيه اللي بدا فيها الشغل، سواء في الفرافره، في الوادي الجديد، في توشكا، في اسوان، في المراشده، في هنا، في غرب اسيوط، غرب سوهاج، غرب المنيا، غرب بني سويف، على شمال وسط سيناء. وبالتالي انت النهارده مستهدف ان انت كل المحافظات بتاعتك يبقى فيها المشروعات الزراعيه. احنا النهارده لغايه النهارده تقريبا عندنا 18 محافظه فيهم مشروعات زراعيه من ال 27 محافظه، مشروعات ضخمه، مشروعات كبيره. وبالتالي حتى الاستراتيجي للدوله والسيد الرئيس منتهجه ان هو يوزع كافه المشروعات على كامل النطاق الجغرافي. ليه؟ لان هو الهدف ان انت بتعمل اعاده لتوزيع السكان، بدل ما احنا متكدسين على 6%، لا انت بتفتح بتوصل ل 17 او 18 او 25% من مساحه مصر تبقى مستغله بالسكان بمشروعات، وده هدف اسمى ان انت بتعيد توزيع السكان على كامل الخريطه الجغرافيه. سينا احنا النهارده لما بنتكلم على 450,000 500,000 فدان شمال ووسط سينا، غير اللي مزروع حاليا حوالي 250,000 فدان على ترعه السلام في منطقه بير العبد ورمانه وبلوزه. وبالتالي حتى التجمعات اللي بيتم انشائها دلوقتي 5 فدادين في سيناء، اكثر من 17 تجمع تنموي، وبدا التوسع في بعض التجمعات الجديده، كل ده بيعمل عمليه جذب للسكان، وبالتالي بتعيد توزيع السكان على كامل الخريطه بتاعتك، وده بعد هام جدا جدا جدا. دكتور سيد العقيد بهاء النهارده شرح جزء انا عايز سيادتك تشرحه فنيا، اتكلم على انه عمليه التبكير الانتاج في بعض المناطق، يعني ايه؟ عايز تشرح للناس ايه اللي بيتم في الملف ده؟ احنا مع اللي حصل في التغيرات المناخيه اصبحت الممارسات الزراعيه ومواعيد الزراعه للمحاصيل بدا يحصل فيها نوع من التبكير. وبالتالي لما يحصل عندي تبكير في معاد زراعه القمح وحصاد القمح، يعني احنا القمح السنه دي بدايه الحصاد بتاعه كان في 1 ابريل
في محافظة الوادي الجديد. السنة اللي فاتت كان بداية الموسم الحصاد 15 إبريل، يعني قدم تقريبا أسبوعين. وبالتالي أنا لما بيوم عندي في مواعيد الزراعة مختلفة لأنواع مختلفة زي القمح زي الذرة زي الفاصوليا زي غيره، وبالتالي دي بتحلك ان انت عملية التصنيع الزراعي وعملية الالات والمعدات اللي عندك بدل ما انت بتستخدمها على محصول واحد طول السنة، لا ده انت تقدر تدورها وتستخدمها على اكتر من محصول في السنة. وده مثال العقيد بهاء النهاردة ببنجر السكر. بنجر السكر النهاردة لما في مساحات مزروعة وبالتالي بيبقى فيه تبكير في مواعيد الجمع بتاع البنجر السكر، نعم، بتقدر انت حتى مساحة الارض بتاعتك دي، حتى عندنا في الفلاحين يا احمد بيه، نعم، احنا بنزرع شتوي وصيفي، اي، فبالتالي لما بيجي بيشيل الشتوي قبل ما يزرع الصيفي بياخد شهر كده ولا حاجة يزرع فيه بعض محاصيل علف ياخد فيه عروة سريعة، وبعد ما بيشيل حتى الصيفي بيعمل عروة نيلي ياخدها تاني، نعم، لو هو زرع مبكر يستفيد بشهر ولا شهر ونص بيزرع فيه بعض المحاصيل. ده على فكرة حتى في الوادي والدلتا بيتم ده، وبالتالي عملية تعديل المواعيد بتاعت الزراعة دي بتحلك ان انت تقدر ان انت تزرع اكتر من محصول بدل ما بتزرع محصولين، في نفس الوقت المعدات اللي عندك والالات اللي عندك بتقدر تستخدمها على اكتر من محصول في السنة، زي مادة مثال بمصانع السكر البنجر، بدل ما هي كانت بتشتغل 8 شهور ممكن مع التبكير يخليها تشتغل 10 شهور، وبالتالي بدل ما تفضل متعطلة 4 شهور تبقى شهرين بس، وبالتالي دي بتحرك معاك عملية الصناعة وعملية المعدات والآلات. دكتور النقطة خليفة المهمة اللي طرحها السيد الرئيس النهاردة عملية التصنيع المحلي. أيوة. لأن التصنيع المحلي إحنا معظم المعدات والزراعة الحديثة البيفوت والري المحوري ده كان بيتم استيراد الخامات من الخارج. نعم. وكان سعرها مرتفع جدا. وبالتالي النهاردة حتى الصوب الزراعية كان بيتم يعني استيراد الخامات من الخارج، النهاردة بيتم تصنيعها في الإنتاج الحربي. عارف يا دكتور سيد البيفوت لما استوردوه كان ب 27 ألف دولار، النهاردة وصل 120 ألف دولار. طيب شوف الفارق قد إيه. قد إيه؟ وبالتالي أنت لما بتيجي بتصنع محلي وتعمل تصنيع عندك محلي بتعمله بالعملة المحلية بيوفر معاك ال 12 ألف بيفوت النهاردة اللي موجودين في مستقبل مصر دول، ويدوا يعني التكلفة بتاعتهم كام بالدولار، وبالتالي تكلفة عالية جدا لما يبقى عندي تصنيع محلي للقمات للصواب. أيوة. للبيفوت للمعدات الزراعية بتاعتي كل ده بيوفر معاي. ويمكن النهاردة سيادة الرئيس ادى مثال على صوامع الغلال الموجودة في مستقبل مصر اللي بتستوعب حوالي 500 ألف طن، ده يعني جزء من الخدمات كمان اللي بتخدم على المشروعات، وفي النهاية اللي بيستفيد بيها المواطن المصري، لان انت حتى الشون اللي كان بيتم تخزين فيها القمح وكلنا كنا بنشوفها في المطاحن عندنا وفي بلادنا يعني ترابيه وكذا، يعني النهارده لها كلها بقت حديثه وبالتالي بتقلل الفخد معاك. النهارده السوق وبمناسبه السوق يعني 500 معمول على 500 فدان. أيوة. التخطيط بتاعه. طب انا النهارده لما المنتجات بتاعتي سواء خضار او فاكهه او فول او غيره من الحاصلات انا عايز انقلها واوديها المحافظات بيبقى فيه فاقد كبير جدا، انما لما يبقى عندي سوق موجود في بيخدم على المشروع اللي مساحته 2.2 مليون فدان ده بيقلل الفاقد معايا في عمليات التداول سواء كان الخضار او للفاكهه. لما يبقى عندي مصنع وتصنيع زراعي في نفس المنطقه سواء كان لبنجر السكر او لبعض التجفيف الطماطم البصل الى اخره من الحاصلات الزراعيه البطاطس وغيره وغيره، نعم، كل ده بيعمل ليه توفير في عمليات النقل وتوفير في التكلفة، وأيضا الأهم اللي هو يعني بيوفر في الفاقد نتيجة عمليات النقل وعمليات التداول. دكتور الصوامع دي شبكة الصوامع دي والتلاجات اللي في السوق والحاجات دي كلها دي الهدف منها إن أنا المفترض يكون عندي احتياطي في كل دول العالم بيبقى عنده احتياط استراتيجي 20% لأي طارئ من كل الحاصلات الزراعية اللي موجودة عنده، وبالتالي لما يبقى عندي الكفاءة التخزينية من الصوامع ومن الثلاجات ومن المناطق اللوجستية اللي بنشوف دلوقتي بيتم إنشائها في مناطق متعددة في مصر، كل ده الهدف منها إن أنا يبقى عندي 20% احتياط استراتيجي لكافة السلع الغذائية بتاعتي تحت أي ظروف يبقى أنا عندي هذا الاحتياط الاستراتيجي. دكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين بشكرك شكرا جزيلا. دكتور محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري. دكتور محمد مساء الخير.
مساء النور يا فندم، اهلا بحضرتك. النهارده سياده الرئيس كان بيتكلم على حجم الانفاق في مشروعات الميه، دكتور هاني سويلم وزير الموارد المائيه والري كان بيشرح بشكل مفصل. عايز حاجه كده بالراحه نتكلم على الميه، مصادر الميه لهذه المساحات الكبيره لحد ما نوصل 4.5 مليون فدان ان شاء الله خلال الثلاث اربع سنين اللي جايين، مصادر الميه وايضا تكلفه هذه المياه اللي هي هنزرع بها هذه المساحات الكبيره. او عشان نتكلم عن هذه المشروعات احنا لازم نتكلم الاول على وضع الميه في مصر بشكل عام. ايوه. وحجم التحدي اللي موجود في مصر اللي خلانا ننفذ مثل هذه المشروعات. ايه السبب اللي بيخلي الدوله المصريه تتوجه لاعاده استخدام الميه؟ هو ده الهدف الرئيسي، لانه يمكن في معظم دول العالم ميه الصرف الزراعي بيرموها في البحار والمحيطات مش بيستفيدوا منها. نعم. لكن احنا هنا في مصر وفي ظل التحديات المائيه اللي بتواجهنا لازم ان احنا نبحث عن مصادر مياه غير تقليديه ونعتمد عليها ونتوسع في استخدامها. نعم. في مثلا عشان برضه يبقى الدنيا واضحه بالارقام، احنا الموارد المائيه المتاحه في مصر هي 60 مليار متر مكعب سنويا من المياه المتجدده. طبعا معظمها ال 55.5 مليار اللي هي حصه مصر من مياه نهر النيل. ايوه. بالاضافه الى حوالي 1.3 من مياه الامطار، 2.4 من المياه الجوفيه العميقه الغير متجدده الموجوده في الصحاري، بالاضافه لحوالي 0.4 مليار من مياه التحليه. لو جمعنا كل الارقام دي هنجد ان هي لا تتجاوز ال 60 مليار. في مقابل ال 60 مليار دي احنا احتياجاتنا قد ايه؟ ايوه 114 مليار. نقدر يعني باين الفرق الهائل بين الرقمين، بين ان انا محتاج احتياجاتي المائيه 114 مليار وانا كل الموارد المتاحه عندي من المياه العذبه المتجدده هي 60 مليار فقط. فرق كبير جدا. نعم. ده بيتم سد هذا الفرق الكبير من خلال حاجتين. الجزء الاول منه وهو عمليه اعاده استخدام الميه مره ثانيه. ال 54 مليار هجيبهم منين؟ بالظبط الفرق الكبير ده. في 21 مليار دي اعاده استخدام لمياه الصرف الزراعي في مصر، قيمه 21 مليار دي عمليه اعاده استخدام بتتم على امتداد شبكه الترع والمصارف من اول اسوان وحتى نهايه شبكة الترع والمصارف في نهاية الدلتا. نعم. بيتم تدوير مياه الصرف الزراعي وإعادة استخدامها أكثر من مرة من خلال المحطات اللي بتقوم بخلط مياه الصرف الزراعي بالترع، مع طبعا مع مراعاة في معايير لهذا الخلط لضمان نوعية المية بعد عملية الخلط. نعم. ولكن عملية الخلط دي بتتم بحيث إن احنا نعيد استخدام 21 مليار متر مكعب سنويا من المية. الشق الآخر هو الاستيراد، احنا بنستورد منتجات محاصيل من الخارج زي القمح وغيرها من المحاصيل اللي بيتم استيرادها. المحاصيل دي بتزرع بره بحوالي 33.5 مليار متر مكعب سنوي. علشان نسد هذا الفرق بين مواردنا واحتياجاتنا. واحنا بنستورد هذه المحاصيل عشان احنا ما عندناش الميه اللي تخلينا نقدر نزرع هذه المحاصيل في مصر. نعم. ده السبب اللي خلانا نلجا الى اعاده الاستخدام وخلانا نلجا ايضا لمعالجه الميه. زي ما قلت لحضرتك من شويه احنا في معظم دول العالم بيرموا الميه في البحار والمحيطات، احنا مش بنعمل كده. في مصر بناخد مياه الصرف الزراعي اللي في نهايه شبكه المصارف الزراعيه. أيوة. وكمان دي الميه دي بعد شوف احنا اعدنا استخدامها ثلاث اربع مرات داخل المنظومه نفسها. ولكن في نهايه شبكه المصارف الزراعيه بناخدها الميه دي كمان اللي في نهايه شبكه المصارف الزراعيه علشان نعمل لها عمليه معالجه. وده اللي على اساسه ظهرت ثلاث مشروعات كبرى في اعاده الاستخدام زي محطه بحر البقر، محطه الحمام، ومحطه المحكمه. كل محطه من دولت يعني انجاز كبير جدا كلنا نشرف بيه. اولها كان محطه المحكمه بطاقه 1 مليون متر مكعب في اليوم، وحتى دكتور هاني سويلم عرض هذه المحطه اليوم وازاي ان هي احنا بنتكلم مش مجرد محطه علشان الميه عمل هندسي قوي، عمل هندسي مش بس محطه فقط ولكن ده في تحويلات للمسار بتتم، اعمال صناعيه، فخارات في فخاره وتحت القناتين الجديده والقديمه.
يعني مشروع ضخم، مش مجرد فقط محطة. نفس الشيء في محطة بحر البقر، أيوة. مسجلة في موسوعة جينيس باعتبارها الأكبر على مستوى العالم بطاقة 5.6 مليون متر مكعب في اليوم. وبرضه ما هيش المحطة فقط، لكن في شبكة من البنية التحتية اللي اتعملت عشان توصل المية للمحطة، عبارة عن مسار جديد لمصرف بحر البقر، قناطر، ثلاث قناطر تم بنائها على هذا المسار، صحارات، صحارات تحت أسفل قناة السويس. يعني مشروع متكامل عشان نقدر نوصل لمحطة بحر البقر ونعالج فيها المية ونستفيد بيها. نفس الشيء أيضا في محطة الحمام، ودي أكبر كمان من محطة بحر البقر، 7.5 مليون متر مكعب، محطة عملاقة، مسار بيمتد بطول 174 كيلو متر علشان يوصل مياه الصرف الزراعي إلى هذه المحطة ليتم معالجتها بهذه المحطة. 152 كيلو متر من 174 كيلو عبارة عن مسار مكشوف، و22 كيلو متر مواسير. مشروع ضخم عليه 12 محطة رفع، عليه أعمال صناعية، عليه منظومة متكاملة علشان نقدر ناخد مياه الصرف الزراعي ونوصلها لمحطة المعالجة ويتم معالجة المية في محطة الخبر. كل مشروع من دولة مشروع ضخم ومشروع كبير، مجهود كبير جدا بتبذله الدولة المصرية علشان نعيد استخدام مياه الصرف الزراعي ونستفيد بكل نقطة مية موجودة عندنا، علشان احنا ما عندناش رفاهية ان احنا نسيب هذه المية، احنا بناخدها وبنعيد استخدامها. وعلشان كده منظومة الري في مصر بتعتبر من أعلى المنظومات على مستوى العالم في كفاءة الاستخدام، وزي ما احنا بنوري العالم كله ان احنا المنظومة عندنا بنستفيد بكل نقطة مية، حتى مياه الصرف الزراعي بنعيد استخدامها لغاية آخر نقطة، وبنعالجها في محطات ضخمة بتعالج هذه المية علشان نقدر حتى نقلل من الاستيراد ونوفر العملة الصعبة ونرفع درجة كفاءة استخدام المية لأعلى مستوى. دكتور غانم، النهاردة تم الكشف عن منطقة الكفرة على حدودنا الغربية مع ليبيا، حوالي 700 ألف فدان، والكلام من كان العقيد بهاء الغنام عن الخزان النوبي. ماذا عن الخزان واحتياطات الخزان؟ واعتقد كان قبل كده الخزان، خلينا لا داعي للذكر هذا الموضوع الان لما الموضوع في طور تم الاعلان عنه يا فندم. لما تكتمل الدراسات الخاصه دي ممكن نبدا نتكلم عنه بكل تفاصيله ان شاء الله. ان شاء الله، بس مهتم العقيد بهاء اتكلم عنه النهارده. تمام، لما الموضوع يكتمل تماما ان شاء الله، بس خير يعني ان شاء الله، ربنا يسهل لما تكتمل الدراسه باذن الله. طيب دكتور غانم، ماذا عن الانفاق كله؟ بنتكلم على انفقنا كم مليار في هذه المشروعات. سياده الرئيس النهارده طلب من دكتور هاني يقول الرقم، اتفضل يا فندم. زي ما تم ذكره النهارده في الفيديو، طبعا انفاق كبير جدا تم في هذه المشروعات من الدوله المصريه، تم انفاق عشرات المليارات زي ما كنت بقول. حجم الاعمال الضخم اللي بيتم في كل مشروع من هذه المشروعات للوصول الى محطات المعالجه والاستفاده من كل نقطه مهمه بيتم معالجه. طيب فيما يتعلق ايضا ربما ب باقي المشروعات، بنتكلم على الـ في الصعيد، يمكن بنتكلم على الفيوم، بنتكلم على بنسيوب، بنتكلم على غرب المنيا، بنتكلم على اسوان، ماذا عن هذه المشروعات ايضا؟ وحتى اسيوط على طريق اسيوط الشرقي. بس كل هذه المشروعات هي بتتكامل مع منظومة الموارد المائية اللي احنا بنسعى لتطويرها بشكل كبير جدا في كل مكان في مصر. كل المشاريع دي بتتكامل مع المجهودات اللي وزارة الموارد المائية والري بتعملها لتوفير الاحتياجات المائية لكل الاحتياجات في كل مكان في مصر من خلال مشروعات كبيرة احنا بننفذها. بنعمل مشروعات ل الري الحديث، من خلال مشروعات لتأهيل المنشآت المائية، من خلال مشروعات لأعمال حتى الصيانة الدورية لكل عناصر المنظومة المائية علشان نقدر نوصل المية لكل أشكال الاحتياجات المائية في كل مكان في مصر. احنا بنتكلم هنا على مش أماكن متفرقة، ولكن مشروعات ومجهودات متكاملة بتتم في كل مكان عشان المنظومة المائية بالكامل تشتغل بأعلى كفاءة ونستوفي كل احتياجاتنا المائية.
ايه اللي بيتم في السد العالي من اجراءات وصيانه الدكتور هاني سويلم كان بيتكلم عليها النهارده؟ اشار ليها يعني في الشرح. اعمال بالظبط دي اعمال تطوير وصيانه لمنظومه التشغيل في السد العالي بتكلفه وصلت الى حوالي 1.5 مليار خلال العشر سنوات السابقه. ودي طبعا عمليه تطوير مستمرة بتتم لهذا المنشأ الحيوي اللي بيعتبر يعني أهم منشأ هندسي للري في مصر، وطبعا زي ما احنا عارفين انه بيعتبر المنشأ الهندسي الأهم اللي تم إنشاءه خلال القرن العشرين كله. أعمال الصيانة والمتابعة المستمرة وتطوير منظومة التشغيل في السد العالي طبعا عملية مستمرة، والوزارة بتقوم بيها بشكل دقيق جدا ومستمر بمتابعة مستمرة تضارب على هذا المنشأ اللي بيعتبر اهم منشأ ري في مصر. السنه دي هل في عظام فعلا السنه دي في اعلى مستويات متوقع؟ لا خلينا هي مسبان الا في نهايه السنه المائيه، في نهايه العام المائي في 31/7 بتبقى الارقام دقيقه تماما والدنيا بتوضح تماما. لكن اللي عندنا الرصد بتاعنا، مش احنا عندنا عمليات رصد بتتم؟ اكيد طبعا، بس مش هيبقى في يعني تحديد تام الا مع نهايه السنه المائيه، لازم نستنى لنهايه السنه المائيه. دكتور محمد غانم بشكرك شكرا جزيلا، متحدث باسم وزارة الموارد المائية والري بشكرك مرة أخرى. نروح لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان دكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية بيتكلم النهاردة، وسيادة الرئيس طلب يا دكتور هاني قول الفلوس اللي دفعتوها كام في المشروعات اللي هي عشان نزرع الملايين الأفدنة اللي سيادة الرئيس بيتكلم عليها النهاردة، صرفنا كام؟ وسيادة الرئيس كمان بيتكلم على الفلوس وددوها فين؟ يعني وديتوا الفلوس فين؟ أجاب الرئيس. ممكن نسمع مع بعض نشوف. المشروع ده يستهدف دكتور هاني اتفضل يا فندم، ما تقول الفلوس اللي أنت دفعتها كوزارة الري في واحد من المشروعات دي، قول بس الرقم للناس عشان الناس تستوعب، عشان أستفيد من 7.5 مليون متر مية دول دفعته كام؟ أو بتدفعه كام يا دكتور مصطفى؟ ما تقول. قول يا دكتور مصطفى. لا ما تقول انت ليه هو ما تقول يا دكتور. رقم ما يتنسيش، 190 مليار جنيه مش 186، 190 مليار جنيه، وده مهم ان احنا نقوله دلوقتي. ليه يا دكتور هاني؟ معلش انا اسف اني قطعتك يعني. لا يا فندم اتفضل. انتوا المصريين كتير وسواء كان في يعني راي عام او مفكرين او مثقفين او اعلاميين يقول لك انتوا وديتوا الفلوس فين، مش كده؟ بس انا عايز اقول لكم على حاجه، انا ما كانش عندي خيارات تانيه ان احنا نسيب بلدنا كده وتبقى يعني تخرب. لا احنا كنا نعاني يا دكتور مصطفى من انفاق عالي جدا زي كده من الحكومه ومن الدوله في سبيل ان البلد دي تعيش، ولا انا؟ فانا كان يعني انت قلت على ده فقط مش كده؟ طب ما رشيد كام؟ مأخذ رشيد بال 150 كيلو ومحطات الرفع بتاعته. ده الدكتور شاكر عايز للمحطات محولات الكهرباء 50 مليار يا دكتور. 50 مليار جنيه بس للمحولات بتاعتهم. مش كده ولا انا؟ يا جماعه احنا عملنا حاجه يعني اقتصادياتها مش بس ما فيش خيار لدوله ثانيه، يا نعيش يا نموت بقى. فالنهارده كنت معلش يعني تقول ال 190، حاضر، تقول المشروع ده اللي اتعمل ده الحكومه دفعت فيه كام يا دكتور؟ 190 مليار جنيه بقى لكم 3 4 سنين ولا مش كده؟ وخلاص قربنا نفتتح مش كده يا دكتور؟ طب ورشيد كام بقى؟ 60. لا مش 60، لا مش 60، هنا 15 محطه رفع وهنا 15 محطه رفع، هنا حوالي 150 كيلو من الحمام بالجمع المصارف، وتحت حوالي 140 كيلو ترع مكشوفه وترع مقفوله، ثم المحطه المأخذ بتاع رشيد قد يساوي في تكلفته، قد يساوي في تكلفته محطه الحمام، ما تسموا اسم غير المحطه ديت يعني، يعني سموا اسم تاني غير مش عارفين يعني. حاضر. سموا اسم تاني كده غير المحطة اللي موجودة في الشمال دي. ف يعني انت بتتكلم على الأقل في 300 مليار جنيه. أنا ده الرأي. مش كده يا دكتور؟ تمام. ده كل ده عشان إيه؟
عشان لو انا عندي ميه بتيجي من المطره مش هدفعهم، ولو عندي ميه بتيجي من اكتر من 55 مليار مش هعملهم، صح كده؟ لكن بضطر اعمل ده لان هزرع ولا ما ازرعش. الارض الزراعيه اللي موجوده في الدلتا حجمها محدد، وكمان بتتاكل بان في تعدي عليها، مش كده؟ صح. طب كان لابد ان احنا نزرع بقى. طب هنزرع باستثمارات، احنا مش اغنياء قوي يعني عشان نعمل كده. فهو التحدي والقرار هنا، نعمل ولا ما نعملش، نعمل ونعاني ولا ما نعملش وتخرب، تخرب بجد. وربنا الوكيل، هو اللي بيطلع على والعلماء يا دكتور، العلماء اللي هو انا الكلام ده عملته بمشورتي يا دكتور ولا بمشاركتكم كلكم؟ كل الخبراء اللي موجودين في وزاره الري ووزاره الزراعه موجودين، ووزاره الكهرباء، كل من ليه سي في الموضوع بيحط الكلام ده بوثائق بمحاضر ولا يا دكتور؟ فانا بس عايز اقول ليه ما تعرضتوش للتكلفه؟ ليه ما تعرضتوش للتكلفه؟ ان النهارده انك بتقول الخمسه سته مليار متر ميه اللي انت بتتكلم عليهم دول اللي هم في محطه بحر البقر ومحطه المحسمه والمحطه ديت اللي موجوده في الحمام، انتم حطيتوا انفاق ضخم جدا جدا عليهم، بس ده ايه؟ ده البديل لنقص الميه اللي عندي، ده البديل اللي بيجابه بيه النمو السكاني. في جزء ما دكتور هاني ما اتكلمش فيه، ان احنا وزاره الاسكان كل محطات من اول اسوان لغايه اسكندريه اللي كانت محطه معالجه اوليه بقت ثلاثيه متطوره يا دكتور، ودي خطه احنا شغالين فيها بقالنا 7 سنين، عشان كانت الميه بتترمي بعد قبل كده في الجبال والخيران، وبقينا نقول لا ده احنا هننزلها بعد ونرفع معالجتها لمعالجه ري ثلاثيه تنزل في الترع والنيل، صح كده؟ فيا جماعه لا، لازم الارقام تتكلم معاكم عشان الناس اللي في مصر تسمع، ما يبقاش متصورين ان ده اخفاق، ان المسار اللي اتعمل ده كان اخفاق من الدوله، و معلش بقى هم غلطوا. لا 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 لا, لا مش غلطوا، بس هي ظروف بلدنا كده، احنا ما غلطناش ان شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى، انما ظروف بلدنا كده، عدد سكان كبير، موردنا محدوده، وكان لابد ان احنا نعمل. طب نعمل ونعاني ولا ما نعملش وتضيع مننا مصر؟ لا نعمل ونعاني. سيادة الرئيس كمان اتكلم على التحدي الميه، اتكلم على عدد السكان، واتكلم كمان على الضيوف اللي موجودين عندنا. نتابع. ارجع للميه تاني وبقول ليه هي بالنسبه لنا تحدي كبير جدا. احنا عددنا 105 مليون ولا 106 دلوقتي، وفي كمان عندنا ضيوف 9 مليون، ويمكن لما الدكتور مصطفى قال ان احنا ان العبء المالي علينا من هذا الموضوع يصل ل 10 مليار دولار، كتير اتكلم يقول لك الرقم ده معقول يعني؟ فانا قلت لهم طب بس تعالوا قولوا لنا لو احنا بندي متوسط الميه طبقا اللي هو اقل معدل عندنا 500 متر في اليوم، في 9 مليون يعني في السنه يبقى 4.5 مليار متر. 4.5 مليار متر، لو انا عامل لهم محطات تحليه او محطات معالجه ده بيتكلف ارقام كبيره قوي. ارجع للميه تاني. اذا لما بنتكلم للميه لكل من بيشتغل في مجال الزراعه، وبنتكلم على سواء كان اهلنا اللي موجودين في الدلتا او في الاستصلاح اللي احنا شغالين فيه دلوقتي، سواء كان هنا في الدلتا الجديده او في توشكا وشرق العينات او في اي مكان اخر، الناس هتجد ان احنا استثماراتنا عاليه جدا. استثماراتنا عاليه جدا، يعني ايه عاليه؟ يعني الناس كلها بتروي على ميه المطر، وبالتالي تكلفه الانتاج بتاعها اقل كتير من اللي احنا بنعمله. بس هل لدينا خيارات اخرى؟ لا ما لدناش. يا كده يا بلاش. يا اللي احنا بنعمله ده ايه؟ يا ما نزرعش. وبالتالي ارجع بقى اقول عشان ممكن يبقى في نقاش. يقول لك ايه؟ يعني انتوا ادونا الفرصه دي واحنا كنا نعمل. واحنا مستعدين لده. بس انا عايز اقول لكم على حاجه. أنا بكلم أهالينا في القطاع الخاص. أنا لما جيت أعمل طريقين هنا، طريق الضبعة وطريق وادي النطرون العالمين،
الناس قالت الطرق دي لازمتها يا دكتور، صح كده؟ طيب ولما جينا نزود نخلي الطرق دي نخليها 9 حارات، قالوا الناس لازمته ايه الكلام ده؟ هو الناس متصوره ان احنا بنعمله عشان نروح بيه الايه؟ الساحل. الساحل يعني، لا هو مش الساحل، احنا بنتكلمه عشان الشغل اللي بيتعمل هنا، لان حجم الانتاج اللي هيطلع من الارض دي ضخم جدا، وبالتالي كان لابد يبقى في شبكه طرق تخدم عليه. انا بس بقول ده كايه، كاحد عناصر او مفردات البنيه الاساسيه لمشروع كبير زي ده. نفس الكلام ده ينطبق على شقه ترع اللي حت، سواء كانت الترع دي ترع مكشوفه او ترع يعني مقفوله بمواسير، نفس الكلام يتحط على محطات الرفع اللي هتجيب الميه. واحنا اتكلمنا في النقطه دي قبل كده، وبفكركم فيها، بفكركم بيها، ان احنا كان بنقول ان الميه بتيجي من اسوان لغايه اسكندريه بشكل تدفق طبيعي بالمل الطبيعي، مفيش اي انفاق الدوله بتعمله غير انها كانت تشق ترع. لكن لما جينا نتكلم هنا في المشاريع ديت اضطرينا ان احنا نجيب الميه في عكس الاتجاه بتاعها، وبالتالي اضطرينا نعمل محطات رفع. طب ما دي تكلفه كتير زياده، طب الخيارات ايه؟ يا نعمل كده يا ما يبقاش عندنا ال 4 مليون فدان اللي احنا مستهدفين نعملهم. يبقى هنكلف محطات رفع، هنشق ترع، هنعمل محطات كهرباء، هنعمل شبكه طرق، ده كل ده عشان نوصل الميه للمكان اللي هيتزرع، ثم بعد كده تتعمل تتجهز الارض اللي تم اختبارها وفحصها ان هي تبقى يعني الحاصلات الزراعيه اللي ممكن تطلع فيها، يعمل بقى تسويه للارض ديت، وبعدين يجهزها بنظم الري المختلفه وايضا المحاور اللي توصل ليها. رئيس دائما في كل مناسبه يتحدث عن القطاع الخاص ودور القطاع الخاص وحتى شراكه القطاع الخاص، رساله الرئيس الى القطاع الخاص. بقى اتكلم عن ان القطاع الخاص ومشاركته معانا، وانا بقول تاني القطاع الخاص مهم جدا جدا جدا، لان هو ادارته للمشاريع اداره متقدمه جدا وناجحه جدا، وكفاءه الاداء الحقيقه بتبقى محل اعتبار في اي عمل هم بيقوموا بيه، وبالتالي احنا في جزء احنا بنقوم بيه كدوله، ويمكن ده النقطه المهمه الاولانيه اللي انا عايز اتكلم فيها. بس انا عايز اقول لكم على حاجه هنا قبل ما اتكلم، ليه انا بقول للقطاع الخاص احنا تصدينا كده؟ يعني ليه تصدينا للمشروع ده؟ يعني هديكم مثال بسيط جدا جدا. لما جينا نتكلم على الاراضي اللي موجوده هنا ديت، وان احنا نجهزها عشان تبقى تنتج في مجال الزراعه، انا بتكلم على زراعه تقليديه خالص، يعني مش بتكلم ابدا لا حتى على زراعات تكلفتها غاليه، لا انا بتكلم زراعه ميه وكده. فكانت البدايه خالص في الجزء اللي هو يمكن مظلل باللون الازرق ده، وده كان على الميه الجوفيه. قابلنا تحدي ان الميه ديت السيطره عليها وعلى الاستخدام ما يكونش استخدام جائر، وفي نفس الوقت ان هي تقدر تخدم معانا اكبر وقت ممكن للانتاج الزراعي. وانا هنا بتكلم على الميه بقى، وبقول لبهاء وبقول لكل اللي بيسمعني من المستثمرين، كله بيناقش القضيه في اطار ان الميه متوفره فهو يزرع بيها، وده امر يعني طبيعي وموضوعي يمكن. لكن انا عايز اقول للي بيسمعني، الميه عندنا في مصر مش متوفره بالبساطه ديت، ولو احنا عايزين نستفيد استفاده حقيقيه من كل نقطه ميه، احنا محتاجين ان نظم الري تتطور جدا، ونظم الزراعه تتطور جدا، وحتى التقاوي والبذور المستخدمه تتطور جدا. يعني
يعني زي ما اتقال كده ان احنا ناخد ميه صرف زراعي ونعيد صياغتها. بس انا بقول للناس واحنا بنتكلم كده انك انت وانت بتعالج الصرف الزراعي بتخلي الميه زي ميه الشرب صحيح، ولكن نسبه الملوحه فيها بهاء عاليه ستة. بتبقى عاليه شويه، وبالتالي مش كل المحاصيل اللي ممكن الميه دي تخدمها زي ميه النيل او زي ميه الابار اللي ملوحتها مناسبه. لا، بيبقى في عندي محددات في استخدام هذه الميه في زراعات محدده. لكن هل وزاره الزراعه والباحثين ممكن يشتغلوا معانا ويحلوا لنا جزء؟ اكيد. لو النهارده بقينا في والعالم ممكن يكون في شركات بره سبقتنا واشتغلت على ان تطلع زراعه بدرجه ملوحه اعلى من اللي احنا شغالين فيها. نروح لهذا التقرير وزميل محمود حافظ النهارده من مستقبل مصر، وازاي مصر بتحول الصحراء الى واحه خضراء. واحه خضراء زراعه لينا سواء احتياجاتنا او حتى بنصدر. نتابع ثم فاصل وعود لحضراتكم. خلال جولته التفقدية اليوم لمشروع مستقبل مصر، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي المرحلة الأولى من المشروع، والتي تضم صوامع لتخزين الغلال بطاقة استيعابية تصل إلى 800,000 طن، ومحطات غربلة وإنتاج تقاوي، ومعامل تحليل التربة وأمراض النباتات، ومحطات فرز وتعبئة، وثلاجات للبطاطس. ومن ثم تفقد الرئيس إحدى المشاريع الزراعية على محور الضبعة. التوجه دايما اللي موجود عندنا هو زيادة المساحات المنزرعة داخل القطر المصري، وده ما قلنا لحضراتكم احنا بنشتغل على اكثر من مشروع في ربوع الوطن وبتنوع جغرافي كبير، منها المشروع اللي حضراتكم واقفين فيه في محور الضبعة، بنشتغل في المنيا وبني سويف، بنشتغل في اسوان مشروع سنابل سونو، بنشتغل في الدخلة العوينات، بنعمل مشروعات اللهون للصوب الزراعية، بنعمل اكبر منطقة صناعية وسوق لوجيستي موجود. كل هذه المقومات والركائز في الآخر هي بتصب في الهدف اللي احنا اتكلمنا عنه، فكرة المواطن المصري. ده هدف رئيسي وهدف كبير. فكرة الوصول للاكتفاء الذاتي من المنتجات في ظل الزيادة المضطردة لعدد السكان، ده طبعا أمر صعب جدا، ولكن لازم نقول ان احنا بنسعى لده بفكرة بقى الهدف الرئيسي اللي دايما بترسخه عندنا القيادة السياسية، هي فكرة التوسع الرأسي. ازاي نتوسع رأسي؟ ازاي نحن بنتكلم عن وحدة الانتاجية من المتر المكعب مية، مش بنتكلم عن وحدة الانتاجية من الفدان. ازاي نشتغل في مجال الصوب الزراعية عشان نعظم العائد من كل متر مكعب موجود؟ بنتكلم على يعني النهاردة محطات معالجة للصرف الزراعي بشكل ضخم، بتعالج مثلا زي محطة الحمام حوالي 7.5 مليون متر، ايضا محطة المحسمة، ايضا محطة بحر البقر. القيادة السياسية تسعى اتجاه ذلك بشكل قوي جدا وبشكل سريع. الهدف الرئيسي منه هو المواطن المصري، سواء احنا بنتكلم في زيادة صادرات، سواء احنا بنتكلم في احلال واردات، سواء احنا بنتكلم في سد العجز في الميزان التجاري، كل هذا يصب في مصلحة المواطن. الجهاز طبعا يهدف لزراعة جميع المحاصيل، سواء الحاصلات البستانية او المحاصيل الخضر ومحاصيل الحبوب طبعا، واهم حاجه المحاصيل الاستراتيجيه، وطبعا على المرتبه الاولى في الاولويه طبعا محصول القمح، ثم يتبعه محصول الذره، محصول فول الصويا وعباد الشمس اللي هي المحاصيل الزيتيه ومحاصيل الاعلاف. القياده المصريه بصت قبل الشعب ما يشوف، قبل الناس، في فجوه غذائيه حاصله على مستوى العالم كله. القيادة المصرية هي اللي خدت بالها منها، القيادة المصرية هي اللي ركزت عليها، القيادة المصرية عندها مشروع إنتاج حاصلات زراعية هيسد الفجوة الغذائية وهنصدر للعالم إن شاء الله. مشتل النخيل بغرض الإكسار، تمام،
طبعا المشتل ده مزروع باصناف المجدول البرحي طبعا، ودي من اجود اصناف التمور. حاليا بتنافس على المرتبه الاولى عالميا في انتاج التمور، بلغت انتاجها حوالي 18% من انتاج العالمي و24% من انتاج العربي. احنا عندنا حوالي 16 مليون نخله مثمره بتنتج حوالي 1.73 مليون طن سنويا. الارض ممتازه جدا، وحاله نوعيه التربه خصبه وجوده المياه عاليه، واحنا بنستخدم هنا احدث الاساليب في الري اللي هو البيفوت سنتر والري بالتنقيط عشان نرشد من استخدام المياه ونحافظ على مستوى المياه بتاعنا والمياه الجوفيه. بالنسبه للمشروع شروق بسم الله ما شاء الله فاتح دراعاته للناس كلها، وفرص شغل محترمه جدا للمهندسين والخريجين الجداد او الناس ذات خبره او غير خبره، فالحمد لله رب العالمين. يعني بنزرعه باعلى الانتاجيات وباقل التكاليف وباعلى جوده. احساس جميل طبعا، وتعبنا وشقانا والاجل اللي جايه طبعا ان احنا زرعنا الارض وطلعت محصول وانتاج عالي، طبعا حاجه نفتخر بها قدام البلد يعني وشبابنا. زياره تفقد خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم جهد وعرق ابنائه، فمنذ 5 سنوات لم تكن هذه سوى صحراء مصر الغربيه الجرداء، واليوم قد شارفوا على استصلاح ما يقرب من 1 مليون فدان مثمر. ليس هذا وفقط، فبحلول عام 2027 من المتوقع أن تصل هذه الرقعة الزراعية إلى 4.5 مليون فدان. هنا وبحق تصنع مصر معجزتها الزراعية. محمود حافظ لبرنامج على مسؤوليتي. برجع مع حضراتكم مرة تانية. النهاردة كان في مؤتمر مهم جدا، المثلث الذهبي، استثمار صناعة تصدير، هو ده المثلث الذهبي. اتعمل النهاردة مؤتمر في غاية الأهمية، مؤتمر طبعا حضور كبير، مشاركة كبيرة موسعة، النائب محمد بنين طبعا وكيل مجلس النواب ورئيس اتحاد المستثمرين العرب، دكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، خبير الاقتصادي والقانوني المعروف، المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، مهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، نائب محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب، دكتور نادر رياض رئيس مجلس رئيس تنفيذي شركة بافاريا مصر، دكتورة دعاء سليمة مدير التنفيذي المركز تحديث الصناعة، شريف حمودة أستاذ شريف حمودة شركة جي في التنمية العمرانية مطور لمشروع مدينة طربول، أيضا شركة حياة التركية موجودة، شريف الجبلي نائب شريف الجبلي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، دكتور يحيى واثق بالله رئيس التمثيل التجاري المصري، دكتور وليد جمال الدين رئيس مجلس تصديري لمواد البناء والحراريات، شركة جوتشي الصينية للفايبر جلاس، وأيضا دكتور خالد أبو المكارم رئيس مجلس تصدير الصناعات الكيماوية، مهندس محمود سراج رئيس المجلس التصديري للجلود، عدد كبير جدا من المشاركين، وكان في بنك تنمية الصادرات موجودين مشاركين، محمد العقبي المستشار الإعلامي المتحدث لوزارة التخطيط أيضا كان نسق جلسات إحدى جلسات النهاردة، مهندس حسام رضا سفير مفوضية اتحاد الاقتصاد الرقمي بغرفة التجارة الدولية في إفريقيا أو إلى إفريقيا. عدد كبير جدا كانوا مشاركين في هذا المؤتمر المهم حول الصناعة المصرية، تكلم على التنافسية، التكنولوجيا والجيل الرابع وتطوير الصناعة المصرية للخروج بها من المحلية إلى العالمية، كلموا على تفعيل التشريعات الاقتصادية طبعا، وأيضا قانون الصناعة الموحد وقانون تفضيل المنتج المحلي، وهناك العديد من القضايا اللي تم ناقشتها. كلموا على مناطق الاقتصادية، تشريعات جديدة، حوافز وفرص استثمارية أيضا، وأيضا الدور مؤسسات التمويل والصناديق الاستثمارية والبورصة في نمو المشروعات الاقتصادية.
الكثير من القضايا والمشروعات التي تم ناقشتها النهاردة في هذا التقرير المهم والجلسة النقاشية حول المثلث الذهبي، استثمار صناعة تصدير. متابعة. تحت رعاية المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبهدف دعم الاقتصاد المصري، نظمت جمعية رجال الأعمال المصريين مؤتمر المثلث الذهبي، الاستثمار الصناعة التصدير، دعما لجهود الدولة في تحقيق أهدافها التنموية من خلال تطوير قدراتها الاستثمارية والصناعية والتصديرية. وترأس النائب محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب رئيس اتحاد المستثمرين العرب الجلسة النقاشية الأولى للمؤتمر حول البيئة الاستثمارية للصناعة في مصر، والتي ناقشت أربعة محاور رئيسية هي تمكين الصناعة لتحقيق الاستدامة للاقتصاد المصري ورفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية ودور تكنولوجيا الجيل الرابع في تطوير الصناعة للخروج بها للعالمية وآليات تفعيل التشريعات الاقتصادية الخاصة بتطوير الصناعة المصرية ومنها قانون الصناعة الموحد وقانون تفضيل المنتج المحلي. إيمانا من جمعية رجال الأعمال المصريين بدورها الوطني وحرصها على الاهتمام بالقطاعات ذات الأولوية للنهوض بالاقتصاد المصري، حيث كان للجمعية السبق في التفاعل مع كافة القضايا الاقتصادية المطروحة من خلال لجانها القطاعية، فعلى مدى السنوات الأخيرة قدمت الجمعية عددا من أوراق العمل تتضمن فكر ورؤية مجتمع الأعمال لتطوير بنية الاستثمار والأعمال في مصر في إطار مسؤولية المشاركة بين القطاع الخاص والحكومة. على سبيل المثال للحصر، عندما كان ملف الطاقة في مصر يحتل الأولوية الأولى الملحة للاقتصاد المصري، فقد بادرت الجمعية بتبني هذا الملف، وعقدنا في هذا الصدد مؤتمرين في عامان 2015 و 2016 لمناقشة مستقبل الطاقة في مصر ووضع رؤية وحلول فعالة للقطاع لتحقيق التنوع والاستدامة. في إطار سعي الحكومة المصرية خلال الفترة القادمة إلى تنفيذ سياسات اقتصادية طموحة لتحقيق مستهدفات رئيسية للاستراتيجية الوطنية للصناعة وتحسين التجارة، وهي زيادة الصادرات البترولية وغير البترولية من 53 مليار دولار إلى 145 مليار دولار سنويا على مدار 6 سنوات، وزيادة قيمة المضافة الصناعية 20% سنويا، ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، وتوفير من 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة. لذا دعونا نتوقف قليلا لنتحدث عن أهم ملامح الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتي تم صياغتها بناء على المقومات التي تمتلكها الدولة من مقومات زراعية وتعدينية وصناعية وموقع مصر الجغرافي والاتفاقيات التجارية الدولية، البنية التحتية التي تم الاستثمار بها، الموارد البشرية المتاحة، وأيضا تم دراسة التحديات الخارجية والداخلية. عاوزين نتكلم عن قضية التخصص الإنتاجي في مصر. لما أقول لكم في مصر فيها صناعات إيه، هنقول احنا يمكن مشهورين بالاساس الدمياط وعنده مشاكل، لكن الحقيقه السكوب الكبير لتوطين الصناعه كنا الفكره يمكن من اكثر من 20 سنه، وكان الحقيقه الدكتور زياد بهاء الدين كان موجود معنا في الايام في الفتره دي، كلمنا عن شمال غرب خليج السويس، وكلمنا عن قانون خاص للمناطق الصناعيه ذات الطبيعه الخاصه او المناطق الاقتصاديه ذات الطبيعه الخاصه. هذه المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة لها قانونها، وبندي كل الصناعات او كل القائمين على الصناعات دي في الاماكن دي قانون خاص بفئات مميزة بتختلف عن القانون الاستثمار العام اللي موجود، والحقيقة حصل تغيرات فيه، فجوه يعني سلبوا كل المزايا اللي كانت فيه اللي احنا ممكن نستخدمها في تحفيز الاستثمار الاجنبي في مصر. وهنا انا بقول ان المدخل الحقيقي في توطين الصناعة المصرية هو كيف نخلق التخصص الانتاجي ونوطن صناعات بعينها. نتكلم بقى عن خريطة مصر الجديد، ونتكلم عن التصنيع، ونتكلم عن التصنيع الزراعي اللي معاه، ونتكلم عن رؤى مستقبل جديدة بالتكنولوجيا الجديدة، ونكون حاسين ان احنا بنخاطب العالم بلغة جديدة.
احنا التارجت بتاعنا عاوزين نجيب الشركات الكبيره. والنهارده الاستثمار والصحوه الكبيره اللي بتحدث في سوق الاستثمار، سفير افريقيا النهارده بدات تنهض وبدات تبقى عليها العين من كل بلاد العالم، كل صناع العالم النهارده عينهم على افريقيا. وبدات الدول نفسها للاهتمام بده، بدات الدول تخش تقول انا اقدر اعمل ايه في افريقيا، وبدات تحدد في موازنتها العامه مبالغ معينه للاستثمار في افريقيا وتشجيع المستثمرين جوه افريقيا. لما بقى اتكلم بقى النهارده عن تهيئه المناخ الداخلي، النهارده احنا عندنا قانون الاستثمار اتعدل كذا مره، وانا عايز اخاطب العالم بلغه جديده. انا عايز اقول للعالم النهارده مصر بتفكر بافكار خارج الصندوق وبرؤى جديده، وسياستها العالميه الجديده اللي انا بتكلم عنها ان انا بستخدم راس المال العربي والاجنبي المتخصص الكبير اصحاب التكنولوجيا واصحاب رؤوس المال الكبير. انا محتاج اعمل قانون جديد للاستثمار وما رقعش القانون القديم. مش عاوز القانون القديم ده اقعد اعدل فيه تاني، انا عايز القانون الجديد بعناوين تسويقيه تحفيزيه جديده يروج باسلوب جديد ونخاطب فيه عالم الجديد، وخصوصا ان احنا على مشارف انعقاد مؤتمر ان شاء الله الشهر الجاي مع الاتحاد الاوروبي. ده مؤتمر مهم جدا وممكن يكون نقله كبيره جدا لكل الصناعات المتقدمه في اوروبا ان احنا نستقطبها في مصر. وجايه رئيس المفوضيه مع سيد رئيس الوزراء هيفتحوا المؤتمر، وده ان شاء الله يكون له اهميه خاصه كبيره. في اهتمام القياده السياسيه على اعلى مستوى بالصناعه في الفتره الحاليه يمكن من عده سنوات، وبعد ما انتهينا من كمصر يعني بعد ما انتهينا من البنية التحتية أصبح المناخ مؤهل للاستثمار، خصوصا الاستثمار الصناعي. الاستثمار الصناعي الحقيقة من مميزاته أنه بيدي استدامة، بيقدر يمتص أي صدمات ممكن تحصل في الاقتصاد العالمي، لأن ده بيعتمد على الإنتاج، والإنتاج لما بيزيد بيؤدي نتيجتين مهمين جدا، بيؤدي إلى الاكتفاء الذاتي وبيؤدي إلى زيادة حجم الصادرات. كيف نسرع بالخطوات دي، وخصوصا أن القيادة السياسية بيهمها طول الوقت أن احنا نحاول نعمل قفزات عشان نعوض ما فاتنا، وده الحقيقة احنا شايفينه مناسب جدا للأجندة بتاعتنا النهاردة. وشارك في المؤتمر متحدثين من الهيئات الحكومية ذات الصلة والخبراء والمتخصصين ورجال الأعمال والمستثمرين الأجانب والمصريين، حيث تم مناقشة رؤى تحقيق استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة. دكتور زياد، احنا بنستمتع الحقيقة بمقالاتك الاقتصادية، وحاسين انك انت ليك رؤى وبتحط النقاط على الحروف في ترتيبات المستقبل وفي المطلوب من الحكومة والمطلوب من القطاع الخاص، ونقدم مصر في صورة حديثة. القانون في الآخر ليس إلا تعبير عن سياسة، وإذا كانت هذه السياسة غير متضحة أو بحاجة إلى تعديل أو بحاجة إلى أن يبقى ليها أسس قانونية مختلفة، ساعتها يبقى القانون مطلوب. ولكن مجرد المبادرة أو البداية لتعديل قوانين الحقيقة لن تأتي بنتائج كبيرة، لكن محتاجين نمضي وقت أكتر في مناقشة ما تحتاجه الصناعة المصرية وما هو متاح أمامنا من موارد أولا ومن خبرات ومن كفاءات ومن تشريعات ولوائح موجودة بالفعل قد لا تكون مستغلة بما يكفي أو قد تكون بحاجة إلى تعديلات بسيطة جدا. ولكن في الآخر زي ما قلت لكم القانون ليس هو الحل. شكرا لدكتور زياد بهاء الدين، وزي ما قلت لحضراتكم في المقدمة هذا الرجل احنا بنستمتع بالحديث لأنه بيجمع الحقيقة بين الجزء يعني 30 سنه اللي فاتوا في الاستثمار، شايف وقاري اللي بيحصل النهارده. بالنسبه للصناعه يعني كل 10 او 15 سنه بيحصل ان بيكون في جيل جديد من الصناعه، واحنا النهارده بنتكلم على الجيل السادس او الجيل الخامس من في الصناعه بره مصر. فاحنا عايزين نعمل المنظومه او يعني القوانين اللي خاصه بينا تبقى على نفس النهج علشان خاطر نشجع المستثمرين ان هم يجوا مصر وان هم يشتغلوا في مصر. استاذ الدكتور احمد فكري، اتفضل. النهارده تقريبا ما فيش شركه من شركات السيارات الكبيره الا وهي بتدرس ايه اللي تقدر تعمله في مصر، وهتكلم على التخصص الانتاجي. حاليا جاري دراسه ان يبقى في مدينه صناعيه لصناعه السيارات، لانه صناعه السيارات هي ما هياش السياره، هي الصناعات المغذية اللي وراها. ف
وده الاهتمام الاكبر، ده اللي بيخلق الوظائف، ده اللي بيخلق اللي بنسميه السبيل اوفر ايفكت بتاع التكنولوجي، ان انا الاقي التكنولوجيا طالعه من مصنع السيارات للصناعات المغذيه لصناعات اخرى في صناعات زي الاجهزه المنزليه مثلا. الحقيقه يعني الفقره الاخيره دي هي استوقفتني كتير، ان احنا نشعر ان احنا بنتكلم على التخصص الانتاجي، وان هناك فكر حقيقي اقتصادي لعمل مدينه صناعيه متكامله لصناعه السيارات. ده الفكر الحقيقه اللي احنا بنتكلم بيه، ويا ريت يحظى عزوها كل الصناعات الاخرى، نشوف تنشيط صناعه المنسوجات اللي موجوده في المحله ونقومها تاني، ونشوف صناعات التعدينيه اللي موجوده في مصر. مصر فيها تعدين كتير جدا. دكتوره دعاء، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة. اللي حضرتك قلته التخصصية، فعلا هو التخصصية للقطاعات الصناعية ده حاجة مهمة جدا سعينا إليها لما أطلقنا موضوع ال 152 فرصة استثمارية. وكان موضوع ال 152 فرصة استثمارية كان مصر كلها بتتكلم على تعميق التصنيع المحلي. ولما جينا قلنا كمركز تحديث صناعة مع معالي الوزير، طيب نمسك طرف الخيط، ويمكن ده اللي احنا هنقوله في اخر الرساله، ان مركز تحديث صناعه هو اداه من ادوات وزاره التجاره والصناعه التنفيذيه على الارض. استاذ الدكتور احمد عز الحقيقه هو يعني نائب ممثل وزاره الامم المتحده للتنميه الصناعيه يونيدو، المكتب الاقليمي المنظمه. انا هسالك سؤال واحد، كيف ترى الصناعه المصريه وانت منظمه عالميه؟ النهارده بنفخر بالتعاون مع كافه شركائنا من وزاره الصناعه، من الهيئه العامه للاستثمار وغيرها من الجهات والمعنيه بالصناعه، ان احنا بنشتغل على السيركلر ايكونومي في مجموعه من القطاعات، منها قطاع النسيج، وده كله طبعا بيتم بالشراكه مع القطاع الخاص اللي قدر النهارده يعمل وفرات وقصص نجاح ومشروعات جديده في هذا المجال. مهندس حسام حامد الجمل، سفير مفوضية الاقتصاد الرقمي بغرفة التجارة الدولية إلى أفريقيا. أهلا بك يا باشمهندس. وطبعا النهارده احنا بنتكلم عن التحديات الكبيرة، وبنتكلم عن التكنولوجيا، وبنتكلم عن الاقتصاد الرقمي، وبنتكلم على الذكاء الاصطناعي. عاوزين بقى إطلال سعادتك بالخبرة الكبيرة، اتفضل. الثورة الصناعية الرابعة هي النقلة اللي ابتدت لما بقى في عندنا حساسات ذكية تقدر تنقل بشكل لحظي البيانات الخاصة بكل شيء، وتجمعها في قاعدة بيانات مهولة ضخمة، يتعمل عليها تحليل كمي، ويتعمل عليها تقنيات ذكاء اصطناعي تطلع بيها بأنماط ما حدش كان بيفكر فيها، وتنبؤات تقدر تعمل نقلات كبيرة، إن كان في نماذج الأعمال أو في تنفيذ العمليات أو في تنفيذ الصيانة أو في الجودة او في تطوير منتج في حد ذاته. يعني احنا كمصانع دواء عشان نصدر لازم ان احنا يبقى المصانع بتاعتنا تبقى اكريديتد من الجهات العالميه. دكتوره دعاء، وانا هكلم حضرتك بعد كده بعد المؤتمر، مهم جدا مركز تحديث الصناعه ان هو يساعد في الاكريديشن لمصانع الدواء. تسجيل المصنع وتسجيل المستحضر في الدول اللي هنصدر ليها مكلف جدا جدا، عايز انيشيتيف من وزاره الماليه انها تغطي الكلام ده بتمويل مريح جدا جدا. احنا عاوزين نقدم نفسنا بصوره جديده، ونسوق افكارنا، ونسوق امكانياتنا، ونسوق طموحاتنا، ونسوق الرؤى بتاعتنا للمستقبل. ده الحقيقه احنا عندنا قصور فيه، لان المفروض دي استراتيجيه تقوم بها الدوله وتعميمها على كل سفاراتنا في العالم، وبعدين يبقى في رجال الاعمال اللي موجودين دول يقدروا برضه بعلاقتهم يروجوا نفس الاستراتيجيه مع يعني زملائهم في البلاد الاخرى. احنا عندنا رؤيه 2030، يجب تسويق هذه الرؤى. وانا بقول لكم بمنتهى الصراحه، مين النهارده الثقافه الشعبيه اللي موجوده لتسويق رؤى المستقبل؟ وكيف نتعامل مع هذه الرؤى لتكون يقين وتكون هدف وتكون عقيده لكل الشعب المصري؟ كانت تلك هي الرؤى التي وضعها السادة الوزراء والخبراء الاقتصاديين والبرلمانيين لدعم الاقتصاد المصري، رؤى خاصة بالاستثمار والصناعة وكذلك بالتصدير، ليكون المثلث الذهبي عنوانا للجمهورية الجديدة. هاني النحاس لبرنامج على مسؤوليتي.
بكرة إن شاء الله حوارنا مع سيادة الفريق كامل الوزير وزير النقل من ميناء العين السخنة. حلقة بكرة بإذن الله، 3 ساعات، حلقة كاملة غدا نتكلم فيها على المواني المصرية وتطوير المواني المصرية والممرات اللوجستية اللي مصر عاملاها أو بتعملها، حركة التجارة العالمية، مصر مركز للتجارة العالمية. بكرة بإذن الله تعالى أخبار كتيرة جدا وحلقة مهمة جدا، زي ما حضراتكم هتتابعوا معانا وبتتابعوا معانا هذه اللقطات من الحوار مع الفريق كامل الوزير في حلقة الغد، وده من ميناء العين السخنة. ميناء ده كان دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي راحوا 3 مرات، زار هذا الميناء 3 مرات عشان يطمئن أو يتابع الإجراءات اللي بتتم. اسمعوا بكرة كلام مهم جدا في هذا الحوار مع الفريق كامل الوزير وزير النقل. يوم الأربعاء إن شاء الله حوار التاني، حوار أيضا مختلف وتماما عن أيضا مع سيادة الفريق كامل الوزير عن النقل الحديث، شبكة النقل وده المسار الخاص بالقطار الكهربية السريع وقطار البضائع، أيضا اللي هيكون من ميناء السخنة إلى اسكندرية وإلى مطروح وإلى مناطق المواني المصرية المختلفة، والربط ما بين زي ما قال كده الفريق كامل الوزير يعني قناة السويس على قضبان سكة حديد، تنقل بضائع تنقل حاويات من وإلى المواني المصرية، نتكلم على البحر الأحمر وربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط بالسكة الحديد، يعني يخرج من السخنة يوصل اسكندرية بعد حوالي ساعتين ونص يكون في اسكندرية، وبالتالي تقدر تتكلم على النقل بيتم. هنشوف مع بعض ونتابع مع بعض، هتكون إن شاء الله حلقتنا وسيادة فريق كامل الوزير الثلاث والأربع بإذن الله تعالى. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، اشوفكم بكرة إن شاء الله، تصبحوا على ألف خير.